يا صباح الخير والسعادة والجمال على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، حلقة بداية الأسبوع، ويا رب إن شاء الله يكون أسبوع حلو علينا كلنا، وكمان يا رب حضراتكم إن شاء الله تسعدوا معانا في حلقتنا النهاردة، وهي بالفعل هتكون مليانة كتير من التفاصيل والمستجدات هنعرفها لحضراتكم أنا ومريم على مدار حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك يا مريم. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ومشاهدي 10 الصبح في الأهلي، وطبعا يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة بداية الأسبوع دايما بيكون معانا فيها أخبار كتير جدا. طبعا في الفقرات الأولى هنتكلم عن الكثير من الأمور، وبعد كده بقى هيكون معانا فقرتين النهاردة، الأولى مع ملاك إسماعيل بطلة أفريقيا للخماسي الحديث وطبعا المتأهلة للأولمبياد، وبعديها هيكون معانا فقرة هامة جدا أيضا، الفقرة الثانية مع الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، هنتناقش معاه في مختلف الأمور سواء معسكر النادي الأهلي في النمسا، أيضا هنتكلم معاه في الدوري السعودي، وطبعا هنتطرق معاه للبريمير ليج، وهيكون لينا معاه حديث مطول بكل هذه الامور. بمناسبه المعسكر انت اكيد بتابع الفيديوهات الجميله اللي كل يوم والتاني بتتواتر ورا بعض، ومشاهدين من خلالها اجواء اكتر من رائعه للفريق في معسكر النمسا، الصوره حلوه والاجواء العامه حلوه، فبالتالي تقدري بمنتهى البساطه تستنتجي مدى حلاوه الروح اللي سايده. دي حقيقه، وامبارح هم كانوا اجازه كمان طبعا. ويعني يمكن شفنا صور كتير جدا وشفنا جوله حره ليهم بعد الاجازه اكيد اللي اعطاها مستر مارسيل كولر. الحقيقه يعني يا كريم زي ما انت بتقول البلد حلوه جدا، فكره أوي. كمان ان هم يعني فصلوا في المعسكر برده، ما يبقاش كل السفريه يمكن لازم برده يتم الفصل فيها بجوله حره زي ما حصل امبارح، وده اكيد بيجدد عندهم الحماس، واكيد ده طبعا هيفيد كتير جدا في المعسكر. ده احنا كمشاهدين فصلنا من جمال المنظر والطبيعه والخضره اللي على مرمى البصر ما تجيبيش اخرها، فبجد حاجه جميله، وان شاء الله يبقى هذا المعسكر انعكاسات طيبه على كل المستويات. المباني كمان يا كريم، المباني شكلها تحفه، شكلها اثري وشكلها حلو جدا، درجه الاضاءه اللي في الجو على مدار اليوم اللي هو عارفه المود الشتوي الحلو ده، ده كمان في لعب الكوره بيبقى من اروع ما يمكن، فان شاء الله ارجع واقول لكم باذن الله يبقى لهذا المعسكر انعكاسات طيبه جدا ويؤتي ثماره ان شاء الله مع بدايه انطلاق الموسم الجديد. تعالوا بقى نبتدي بالحدث اللي طبعا بيتابعه كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان من امبارح، وهو قرعه دوري السوبر ليج الافريقي اللي اوقعت الاهلي في مواجهه سيمبا التنزاني في ضربه البدايه الافتتاحيه لهذه البطوله. مباراه الذهاب ان شاء الله هتكون يوم 20 اكتوبر هتتلعب في تنزانيا، ومباراه العوده بطبيعه الحال هتتلعب في القاهره. في حاله فوز الاهلي ان شاء الله رب العالمين وعبور مرحله الدور ربع النهائي على حساب سيمبا، هيلعب الاهلي مع الفائز من الاثنين اللي هيواجهوا بعض في مواجهه قويه جدا، سان داونز الجنوب افريقي مع بيترو اتلتيكو الانجولي. يعني في احتماليه كبيره يا حضرات ان احنا نشوف مواجهه تجمع ما بين الاهلي وسان داونز في الدور نصف النهائي. طبعا مواجهات قويه جدا، خصوصا ان هي اول نسخه بقى بتضم اقوى 8 فرق في القاره، فربنا يسهل الحال ان شاء الله. حاسه ان احنا هنشوف بطوله قويه جدا، الفرق طبعًا قويه جدا طبعًا. والحقيقه يعني يمكن الجانب الثاني بقى من القرعه كمان هيلعب مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي، واللي هيفوز منهم هيواجه بقى الفائز من مواجهه انيمبا النيجيري والوداد المغربي في الدور نصف النهائي. الاهلي طبعا عنده افضليه نسبيه يا كريم، يعني يمكن اول مواجهه ليه ان هو هيلعب ماتش العوده على ملعبه، وكمان في حاله التاهل مواجهه سان داونز او بيترو الانجولي برده يلعب الاياب في مصر. الاهلي بقى وصل النهائي وده اللي احنا بنامل فيه طبعا ان شاء الله، هيلعب الاياب في مصر، يعني عايزين نتمنى كل التوفيق لنادينا في اول نسخه لبطوله دوري السوبر ليج الافريقي ان شاء الله. طيب خلونا بقى نعرف يعني المزيد من التفاصيل، ونروح على الهاتف للدكتور عادل كريم اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي، ونعمل قراءه سريعه كده في مساله القرعه وعواقب هذه القرعه. يا فندم صباح الفل عليك يا استاذ عادل، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا مريم، الحمد لله كله تمام. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. قول لي بقى كيف رايت القرعه، ويعني زي ما بيتقال كده بالورقه والقلم، المتوقع ان شاء الله ان يكون في لقاء يجمع ما بين النادي الاهلي وسان داونز في نصف النهائي، ولا حضرتك رؤيتك ايه؟ طيب اولا بس مريم منوره الاستوديو طبعا، ويعني بجد سعيد بك ان شاء الله دايما كده، فبالتوفيق لتوفيق يا رب. ميرسي جدا يا دكتور عادل، طبعا بتشرف دايما برايك اكيد. شكرا جزيلا يا مريم. اكيد لا، القرعه طبعا امبارح كانت افريقيا كلها مستنياها، لان بطوله جديده، بطوله مهمه بتجمع زي ما انت قلت يا كريم بين اقوى 8 فرق في القاره. نظام البطوله المره دي يمكن عشان اول نسخه معموله تجريبيه، فمعمول ان هو نظام ذهاب واياب، لكن
منتظر بعد كده ان هي تبقى عامله زي دوري الابطال او بشكل اكبر كمان، تجمع اقوى 24 فريق في القاره من اول الموسم اللي جاي، لكن هم عايزين يشوفوا الاول البطوله السنه دي. القرعه امبارح كان فيها حضور كبير من الاتحاد الافريقي، كان فيها حضور من الاتحاد الدولي، من الشركه الايطاليه اللي هي المنظمه لكل الامور التنظيميه للبطوله، كان موجود اساموا جيان طبعا اسطوره الكوره في افريقيا وبغانا. وزي ما شفنا نتيجه القرعه ان الاهلي هيبدا المشوار قدام حسين التنزاني، ودي يمكن كانت حاجه ظريفه لاكثر من سبب، ان هو زي ما انت قلت كريم برضو ان الاهلي يلعب ماتش الاياب على ارضه، وزي ما مريم قالت ان هيلعب كل الادوار ان شاء الله لو قدر يكمل على ارضه. والحاجه الثانيه ان مباراه الافتتاح معمول لها احتفاليه كبيره في دار السلامه، وكان تم اختيار سيمبا ان هو يكون مضيف المباراه الاولى قبل حتى القرعه من غير قرعه، عشان دي معمول لها احتفاليه كبيره في دار السلام في تنزانيا، لان هي اول مباراه في البطوله الجديده للاي اف ال او الافريكان فوتبول ليج زي ما الاسم تم تغييره، يعني من دوري السوبر لدوري كره القدم الافريقي. فان الاهلي يكون موجود في الافتتاح وفي الاحتفاليه دي حاجه مهمه، واعتقد حتى المنظمين كانوا سعداء بده، لان هم طبعا الاهلي هو اكبر فريق في القاره واكثر فريق واخد بطولات في القاره. فمن كل النواحي القرعه جت حاجه لطيفه يعني للنادي الاهلي، من ناحيه تنظيميه من ناحيه كرويه كمان. نتمنى ان شاء الله انها تبقى بدايه خير يعني، وتبقى بطوله جديده تدخل خزانه النادي الاهلي يا رب. طيب دكتور عادل، عايز اسالك على يمكن شق مهم جدا في البطوله، وهي فكره ايقاف بيترو اتلتيكو قاريا. هل ممكن ده فعلا يحصل يعني يمكن على اثر الايقاف المحلي من الاتحاد الانجولي؟ هو يمكن امبارح اتقال في مع القرعه ان مشاركه بيترو اتلتيكو تعتمد على التحقيق اللي هيتم، لان هو لم يتم اختيار الاتحاد الافريقي رسميا لغايه دلوقتي، هو صدر قرار من الاتحاد الانجولي نتيجه مخالفات داخليه يعني، فلم يتم اختيار الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي هيطلب تحقيق في الموضوع، وبناء على نتيجه التحقيق هيتم اتخاذ قرار نهائي باما باستمرار بيترو اتلتيكو في البطوله يا اما باختيار فريق بديل. واعتقد في الحاله دي هيكون من نفس الزون يعني من نفس المنطقه، لان هو لوائح البطوله بتقول ان هو ما يشاركش اكتر من ثلاث فرق من زون واحد، او ان كل الزونز تبقى ممثله، عشان برضه الناس تبقى عارفه الزونز بتاعت افريقيا هي الشمال والغرب والشرق والوسط والجنوب. فكان مهم ان كل الزونز تكون ممثله، واللائحه الثانيه ان ما يبقاش في اكتر من ثلاث فرق من زون واحد، وما يبقاش في اكتر، ما يبقاش في غير فريق واحد من كل دوله، يعني ما يبقاش في فريقين من دوله واحده. فعشان كده اعتقد لو تم استبعاد بيترو اتلتيكو هيكون البديل من نفس الزون، من نفس الزون الجنوب ده. طيب ومن ثم يعني توقعات حضرتك فيما يتعلق بمساله مين المرشح فعلا الاقوى في ضوء طبعا المستويات اللي حضرتك عارفها لكل الفرق المشاركه في هذه البطوله، في رايك مين المرشح انه يحصد لقب اول دوري للسوبر الافريقي؟ اكيد الرباعي اللي هو المستوى الاول اللي كانوا موجودين مع بعض، المستوى الاول هم ترشيحهم اعلى شويه، اللي هم اكيد الاهلي والوداد والترجي وصن داونز، دول اكيد ليهم فرص اكبر. واعتقد لو عدوا زي ما هو متوقع الدور ربع النهائي هيبقى عندنا مواجهات قويه جدا في نص النهائي، وطبعا اكيد الدور النهائي يعني. لكن يعني حتى امبارح كل اللي موجودين في القرعه كان رايهم ان الاهلي هو المرشح الابرز، شايفين ان الاهلي وصل اخر اربع نهائيات لدوري الابطال وكسب منهم ثلاثه، الاهلي في اخر سبع سنين وصل ستة نهائي في دوري الابطال، وده رقم يعني اعجازي بالنسبه للناس كلها، فكله شايف ان الاهلي هو الاكثر ترشيحا. حتى اساموا جيان اللي كان طبعا هو سفير القرعه امبارح، وطبعا اساموا جيان هو هداف التاريخي لمنتخب غانا والهداف التاريخي لافريقيا في كاس العالم، لما اتسال بعد القرعه يعني هو بيرشح مين، وقال انا شايف ان الاهلي هو ابرز المرشحين. فاعتقد لا يعني فعلا المنطق بيقول ان الاهلي هو اقرب المرشحين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني دايما الاهلي يا دكتور عادل كده بيبقى في اول نسخه من اول حاجه الحقيقه بنبقى حاطين عليه توقعات كتير. حقيقه بنشكرك جدا طبعا دكتور عادل، نورتنا وشرفتنا، واكيد استفدنا برايك في يعني بطوله السوبر ليج الافريقي، وان شاء الله تبقى بطوله قويه الحقيقه، بتضم 8 من اكبر الفرق الافريقيه، يعني اكيد هنشوف مواجهات قويه جدا. وكمان يمكن لو الاهلي وسان داونز التقوا في نصف النهائي، دايما احنا عارفين يعني بتبقى كده مواجهه ند بند، يعني الحقيقه بنبقى قلقانين شويه، ولكن الحقيقه بتبقى مواجهه قويه جدا. نامل ان احنا نشوف يعني مواجهات محترمه وكبيره جدا على مستوى هذه البطوله ان شاء الله. تعالوا بقى نروح يا حضرات لمعسكر الفريق في النمسا، والحقيقه انه بيشهد اجواء زي ما كنا بنتكلم من شويه انا ومريم مع حضراتكم، اجواء متميزه جدا سواء تدريبيا او حتى ترفيهيا، يعني بنشوف على طول لقطات لطيفه جدا كلها ضحك ومرح بين اللعيبه في الملعب، وكمان شفنا لقطات جميله جدا بعد ما سافر لهم كابتن محمود الخطيب طبعا عشان يدعمهم في معسكر الاعداد، ودي
دي نقطه في منتهى الاهميه وليها انعكاسات طيبه جدا معنويا على الكل الحقيقه. وطبعا شفنا كمان اللقطه اللي كتير جدا بقى من المواقع وقفت عندها السوشيال ميديا، كابتن بيبو طبعا هو بينطق الكوره وبيديها القفشه في منافسه لطيفه جدا ما بينهم كالعاده. كابتن محمود الخطيب ساحر كره القدم، كمان كولر كان حريص انه يدي اللعيبه يوم ترفيهي، كنت انت بتتكلمي من شويه في النقطه دي يا مريم، عشان يعملوا كمان جوله حره في فيينا امبارح بحيث يقدروا يكملوا تدريباتهم النهارده بشكل طبيعي. وبرده تابعنا الايام اللي فاتت ان التدريبات كانت على فترتين، فتره صباحيه واخرى مسائيه، والفريق من كل النواحي الحقيقه كان فعلا في امس الحاجه لهذه الفتره من الاعداد دي، اللي اكيد ان شاء الله هتنعكس بالايجاب على كل اللعيبه قبل بدايه الموسم الجديد وقبل كمان ماتش السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري في منتصف الشهر الجاري ان شاء الله، طبعا بجانب المنافسات بقى الاخرى، دوري السوبر الافريقي كمان اللي هيبتدي في اكتوبر وكافه استحقاقات النادي الاهلي في الموسم الجديد ان شاء الله. مهم جدا طبعا نعرف تصريحات كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي النادي الاهلي، كان ليه الحقيقه عدد من التصريحات المهمه بخصوص المعسكر، واكد ان جميع اللاعبين لديهم حماس كبير جدا خلال التدريبات، طبعا ده بجانب تركيزهم في كل تعليمات كولر اللي بالتاكيد بيدرب اللاعبين على اساليب بقى وخطط جديده استعدادا للموسم الجديد. يمكن عايز اعلق على الجزئيه دي تحديدا في نقطتين، الاولى ان يعني برغم ان كولر طبعا نجح في حصد كل البطولات، ويمكن هو قال كمان انه يمكن اول مره يحصد هذه البطولات في هذه الفترة القصيرة جدا مع أي نادي يمكن اللي شاركنا فيها، طبعا إنه ما كانش عنده فرصة يدرب اللاعبين على خطط وأساليب مختلفة، ده طبعا زي ما احنا عارفينه هو يمكن اشتكى من ضيق الوقت وتلاحم المباريات على مدار الموسم الماضي، ده الحقيقة كان عندنا ضغط كبير جدا على مستوى المباريات. دي أول نقطة. تاني نقطة عايز أتكلم فيها هي وجهة يعني نظري أكيد، إن معسكر النمسا هيغير كتير جدا من أساليب اللعيبة، برغم إن لعيبة الأهلي يمكن أنهت موسم مسيطرة على لقب الأفضل في كافة الاستفتاءات، إلا أنهم هيظهروا مختلفين تماما في الموسم الجديد تحت قيادة كولر، ده اللي أنا متأكدة منه وأكيد جماهير النادي الأهلي كمان متأكدة منه، لأننا شفنا أداء مختلف جدا وتميز أكتر من لاعب خلى شكل الفريق كده ومضمونه رائع الحقيقة، وشكله يعني مشرف جدا امام جماهير النادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما احنا عارفين شفنا مسابقه الدوري يمكن نهيناها واحنا اقوى خط هجوم بتسجيل 63 هدف واقوى خط دفاع يمكن تلقى النادي الاهلي 13 هدف فقط، فاللي انا بتكلم فيه انه اكيد هنشوف الفريق يا كريم ليه شكل مختلف، فكره ان كولر بدا معاهم من الموسم الجديد وفكره كمان ان في معسكر مغلق تم يعني تنفيذه في النمسا يمكن ده ما حصلش بقاله سنوات كتير جدا، ويمكن اختيار كولر ان ده يكون معسكر في بدايه الموسم اكيد هنشوف شكل الفريق مختلف تماما، لانه يمكن زي ما احنا بنتكلم مرارا وتكرارا ضغط المباريات لحم مباريات خلال الفترة الماضية يمكن ما كانش مخلي كولر واخد راحته قوي في فكرة ان هو يعني يرسم فريق خاص بيه وخاص بالتكتيك بتاعه وخاص بيمكن كل الخطط او الجمل الخططية اللي هو بيضعها، فاكيد هنشوف خلال الموسم الجديد شكل مختلف تماما لفريق النادي الاهلي. النقطة اللي انت قلتيها من شوية مريم تستحق الوقوف امامها وتأملها شوية، لما كولر في 11 شهر حصد العلامه الكامله وخمس بطولات بالدوري القياسي، لا وبيقول لك ايه، بيقول لك يعني ان ما كانش عنده وقت كافي انه يعني يمرن اللعيبه على اساليبه على خطط جديده. اللهم لو عنده مساحه الوقت كنا عملنا ايه يا ست الكل. لا ان شاء الله هنشوف اكيد موسم قوي جدا يا كريم، خاصه يعني ان احنا شفنا شغل من نار في بدايه الموسم شايفينه هو بيحصل على ارض الواقع، بنتابعه لحظه بلحظه في معسكر النمسا، شايفين ان هو يعني الراجل مركز جدا ان هو يكون موسم قوي اقوى كمان يعني من الموسم الماضي، مش بس الثبات على يعني الخماسيه، ولكن الحقيقه ان احنا بنطمح اكتر واكتر في عدد كبير من البطولات. طيب ده فيما يتعلق بالاخبار المفرحه، الخبر اللي جاي مش قوي، يعني احنا على مدار الايام اللي فاتت كلنا كنا بنتابع مع حضراتكم مشوار طبعا منتخب مصر لكره السله في كاس العالم. امبارح للاسف الشديد خسر المنتخب من نيوزيلندا بنتيجه 86-88 في تاني مبارياته في منافسات تحديد المراكز، وخطف بطاقه يعتبر يعني وخطف بطاقه التاهل لاولمبياد باريس 2024، ويعني تبقى فرصة من أجل تأهله للأولمبياد، وده طبعا من خلال ملحق التصفيات العالمي المؤهل للأولمبياد. على العموم احنا يعني
نقدر نقول ان احنا كنا الى حد ما قريبين من تحقيق مكسب غالي جدا نقدر نوصل من خلاله لدوره الالعاب الاولمبيه، ونحسم الامور من بدري عشان كلنا نهدى ونستريح. يعني عملنا مباراه متكافئه الى حد كبير مع المنتخب النيوزيلندي، لكن نامل من المدرب الكندي في الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون الوضع افضل من كده، وافضل من كده بكتير، لان احنا محتاجين جدا لفكره التاهل او لتذكره التاهل لدوره الالعاب الاولمبيه. مش هنرجع ونعيد ونزيد في الاخطاء اللي كلنا كان علينا يعني عندنا ليها تحفظات كتيرة الحقيقة، تحديدا في أول ماتشين، واللي بسببهم طبعا خسرنا الماتشين دول. لكن خلينا نقول إن اللي جاي إن شاء الله هيكون أحسن، وبإذن الله نتأهل لدورة باريس، مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا وكلام ده بشكل عام لما نلاقي أي مشكلة في أي ملف من الملفات لازم نقف عندها ونلاقي لها حل، وإلا ما نرجعش نشتكي بعد كده. يمكن اتكلمنا في الموضوع ده كريم في الحلقات اللي فاتت، كنا متوقعين ان المنتخب يخسر امام المكسيك، ولكن الحقيقه هو يعني حقق عكس ذلك وحقق فوز كان قوي وبفرق بوينتس كبير. امبارح كان الفوز يمكن صعب، حتى المنتخب النيوزيلندي فاز على المنتخب المصري فوز صعب، يمكن 2 بوينتس مش فرق كبير ابدا، ولكن خلينا نقول اتفق معاك يا كريم انه اكيد الفتره اللي جايه محتاجين انه يكون في وقفه في فكره طبعا هذه المنافسات وهذه البطولات، وتحديدا من الأجهزة الفنية الخاصة طبعا بفرق السلة وتحديدا المنتخب الوطني. أكيد يعني يمكن الخسارة امبارح يعني هتبقى وقفة مع المنتخب علشان يحصل جديد بقى في اللي جاي، من ناحية وقفة هو يلزمه وقفة، لأن احنا للأمانة ما كناش متعشمين قوي احنا داخلين البطولة دي ان احنا نلعب على المراكز من 17 لل 27، يعني مش ده قمة طموحنا، انت فاهمة ازاي؟ فلازم الوضع ده يتغير ان شاء الله عن قريب بإذن الله. عندنا بقى منافسات مهمة جدا للمنتخب برفع الأثقال، هتبدأ من بكرة إن شاء الله في بطولة العالم بالسعودية، واللي هتستمر حتى يوم 17 سبتمبر الجاري. ليه المنافسات دي بنقول إن هي مهمة؟ لأنها بتأهل لأولمبياد باريس طبعا 2024، وكلنا عارفين إننا متفوقين جدا في هذه الرياضة، ويمكن يعني على مدار كمان الحلقات اللي فاتت ويمكن في هذا البرنامج تحديدا بيتم دايما استضافة كل يعني الأبطال في هذه الرياضة، ولولا أزمة المنشطات اللي حرمتنا من المشاركة في طوكيو كان زمان معانا يعني إجمالي ما لا يقل عن 7 أو 8 ميداليات مش 6 فقط. المهم بقى يمكن عندنا مجموعة مميزة جدا من اللاعبين ومنهم محمود حسني، وعايز أقول لكم معلومة، محمود ده يمكن من المشروع القومي للموهبة اللي الدولة مهتمة بيه جدا، وحصد قبل كده 3 ذهبيات عالم، واستضفناه يمكن في برنامج 10 صبح في الأهلي. يمكن أنا واثقة جدا أنه هيكون أول المتأهلين لباريس 2024. طبعا يعني بجانب محمود كمان عندنا كريم كحله ونعمه سعيد ومازن اسامه وكمان حليمه عبد العظيم وعبد الرحمن محمد. يمكن المنافسات دي مختلفه بحسب الفئه والوزن، كل التوفيق للاعبينا، واثقين فيكم جدا وفي تاهلكم لاولمبياد باريس 2024. تعالوا بقى يا حضرات نروح لموضوع مختلف، ابطالنا البارالمبيين، يعني بعثه ابطالنا البارالمبيين وصلت غانا بالفعل، وطبعا للمشاركه في دوره الالعاب الافريقيه اللي بنشارك فيها بثلاث العاب لذوي الاعاقات المختلفه بعدد 41 فرد بيمثلوا 3 العاب، هي كره السله على الكراسي، كره القدم للمقطورين، وايضا التنس الارضي. احنا الحقيقه دايما لما بتيجي سيره ابطالنا البارالمبيين ما بنكونش مستنيين منهم غير المعتاد منهم، دايما بنكون منتظرين من ابطال مصر البارالمبيين ان هم يحققوا انجازات كبيره، لان هم اللي عودونا على كده، وشفنا ده على مدار الفتره الاخيره. ولو حضراتكم بتتابعوا برنامجنا باستمرار اكيد خدتوا بالكم ان احنا بصفه دايمه بنستضيف دايما ابطالنا البارالمبيين، والحقيقه ما فيش واحد ولا واحده منهم ما كانش معاه ذهبيه واثنين وثلاثه، عشان كده احنا واثقين كل الثقه ان شاء الله ان شاء الله بعثتنا البارالمبيه هترجع محمله بالميداليات المتنوعه، وهيكون لينا طبعا ان شاء الله وقتها يعني واقفه بقى معاهم، ونستعرض مع حضراتكم وقتها ان شاء الله كل النجاحات اللي هم حققوها باذن الله. خلينا بقى دلوقتي نروح لحاله الطقس ودرجات الحراره في الفيديو اللي جاي. والتفاصيل أكتر طبعاً عن حالة الطقس بتنضم لنا دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة مريم وأستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، أهلاً بحضرتك. يمكن يا دكتور منار شايفين حالة من عدم الاستقرار بدأنا فيها، خاصة أن يمكن الخميس اللي فات كان في ارتفاع في درجات الحرارة، شفنا اعتدال بعد كده أو انخفاض يعني نسبي في درجات الحرارة، ولكن متوقع أن يتم ارتفاع درجات الحرارة تاني، يمكن بقى يعني زي ما احنا توقعنا أو يعني متوقع أن هي ترتفع ل 40 درجة مئوية، فده يمكن في نهاية أو في بداية يعني شهر سبتمبر ونهاية فصل الصيف أكيد بيبقى حاجة غريبة، يعني عايزين نعرف منك أكتر تفاصيل.
هو احنا بالفعل خلال الايام الماضيه كان في ارتفاع في درجات الحراره، لكن من يوم الجمعه الماضيه ايضا بدات درجات الحراره تنخفض، بدات درجات الحراره تعود للمعدلات الطبيعيه، وبدانا نسجل قيم درجات حراره ما بين 33 الى 34 عظمى على القاهره الكبرى في الظل، خاصه كمان ان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه فتره الصباح، فبتحجب جزء من اشعه الشمس فبتلطف الاجواء بشكل كبير. هي فتره الظهيره مع شده الاشعه الشمسي هي اللي بنحس فيها بالاجواء الحاره الرطبه على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه او الوجه البحري او القاهره الكبرى، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. بالاضافه كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس في تحسن كبير في الاحوال الجويه، لان بيكون في نشاط للرياح بيقلل احساس نسب الرطوبه، فبالتالي بيساعد على تلطيف الاجواء وبتحسن نسمات الهواء اللطيفه، ففي تحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير وخاصه في فترات الصباح او فترات الليل، وده مكمل معانا لحد يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. يعني لحد يوم الثلاث مكملين في التحسن في الاحوال الجويه، يمكن كمان غدا متوقع ان تكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، تحديدا في شمال الوجه البحري لسواحلنا الشماليه الغربيه، لكن هي فرص ضعيفه، الامطار خفيفه بس بتقربنا من فصل الخريف، بتقربنا من الاجواء اللي هي الخريفيه اكثر. مع يوم الاربع هنبدا في ارتفاع في درجات الحراره بالفعل، مع يوم الاربع هيبدا في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه صحراويه، فهنبدا من يوم الاربع حتى يوم السبت المقبل ان شاء الله ارتفاع في درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى توصل 36 37 محسوسه هي اللي هتوصل ل 40 درجه مئويه، فبالتالي هنحس تاني بالاجواء اللي فيها شديده الحراره فترات النهار في معظم انحاء الجمهوريه. الفتره دي فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف، فهنفضل فيها في تذبذب ما بين موجات الارتفاع وموجات الاعتدال او موجات انخفاض في درجات الحراره. بس دكتور منار نقدر نقول ان دي يمكن اخر موجه صيفيه ممكن تكون تعدي علينا خلال الفتره المقبله؟ اكيد مش هيبقى في بعديها تاني، سواء بقى في منتصف سبتمبر او في نهايه سبتمبر. لا هو وارد، يعني احنا بعد الموجه دي ان شاء الله هيحصل مره اخرى درجات الحراره تنخفض ب 32 و33، لكن مره اخرى ممكن درجات الحراره ترتفع، لان احنا لسه فصل الصيف ينتهي رسميا 22 سبتمبر، فلحد انتهاء فصل الصيف وارد تكرار موجات ارتفاع في درجات الحراره. حتى كمان احنا بنقول النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف، يعني بعض الايام بيكون فيها ارتفاع، لكن مجمل الايام طبعا بيكون فيها اعتدال، لكن وارد ان يكون في يوم اثنين فيهم ارتفاع في الحراره ثم تعود ثاني درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. وخلينا ناكد ان شهر 9 معدلاته الشهريه اقل من شهر 8، فبالتالي مجمل شهر 9 هنحس فيه بالتحسن في الاحوال الجويه عن شهر 8، لكن يتخللوا بعض الايام فيها ارتفاع طبعا في درجات الحراره، تبقى ارتفاعات ملحوظه ثم تعود درجات الحراره للمعدلات. هنبدا نلاحظ تدريجي الفرق بين فتره النهار وفتره الليل، فرق بين درجه الحراره العظمى والصغرى هيبدا يزيد، هنبدا تدريجيا مع نهايه 9 كمان نحس بنسبه البروده فترات الليل، لان درجات الحراره بتبدا تنخفض فتره الليل بشكل. جميل، احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم. وتحسي كده وكأن الصيف حالف يمين معظم ما يمشي بالسهل، يعني لغايه اخر توقيت، يعني بيني وبينك انا مش عايزاه يمشي يا كريم الحقيقه. ايه اللي مفرحك؟ انا بحب الصيف، انا كائن صيفي. هل عرقه ولا حره ولا تلزيقه ولا حشرات ولا ايه اللي بالظبط؟ لا انا بحب جو الصيف الحقيقه، احسن من الشتاء بكتير. يجي الشتاء برضه بنشتكي بنشتكي برضه. بصي هو جيتي للحق، لا صيف دلوقتي زي صيف زمان ولا شتاء دلوقتي زي شتاء، الاثنين اكثر قسوه بكتير. تغيير المناخ اثر كتير قوي الحقيقه. على كل الاحوال هنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي بقى بنستكمل اخبارنا العالميه وانتقال بعد طبعا يعني اخبارنا المحليه واخبار النادي الاهلي. ودلوقتي يمكن هنتكلم اكتر عن البريمير ليج، وامبارح في افتتاحيه الجوله الرابعه بالدوري الانجليزي كان في زي ما بنقول كده ضرب نار، يعني مش هكلمكم بقى عن نتائج الماتشات كلها ولا ترتيب الجدول لان لسه يمكن بدري شويه على مناقشه هذه الامور، بس اللي بداوها بدري قوي بقى في المنافسه هنا هالاند طبعا مهاجم مانشستر سيتي، وسون مهاجم توتنهام، وايفن فيرجسون لاعب برايتون. كل واحد الحقيقه امبارح في مباراه
يعني او في مباراه فريقه جاب هاتريك، يعني هاتريك يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هاتريك إيه كل واحد فيهم هاتريك في المباراه بتاعته. يمكن يعني احنا لسه بنبدا، لسه بنقول هادي يعني بالراحه يا شباب علينا شويه، لسه بنقول بسم الله وانتوا شغالين تسجيل اهداف، كل حد فيكم هاتريك. يمكن صراع بقى لقب الهداف بينهم بدا من بدري جدا، يمكن هالاند 3 اهداف وسون 3 اهداف وايفان 4، وطبعا لو مشي بالمعدل ده هنشوف ارقام غريبه جدا طبعا في اخر المسابقه، خاصه ان احنا عندنا هنا كمان بنتكلم يا كريم عن هالاند وايفن. الحقيقه هما الاثنين صغيرين جدا في السن، يعني هالاند يمكن مواليد 2000 طبعا، يمكن ايفن 23 سنه يعني. على الجانب الاخر ايفن طبعا يمكن مواليد 2004، يمكن لسه ما تمش حتى 19 سنه، فحاسه ان هيكون في منافسه قويه جدا ما بين العنصرين دول تحديدا خلال الفتره اللي جايه. ما شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح لمحمد صلاح، حديث العالم كله بقى بالمعنى الحرفي للكلمه، مش افواره في الكلام، حديث العالم بالمعنى الحرفي. احنا بقالنا فتره الايام اللي فاتت ويمكن الاسابيع اللي فاتت في كلام رايح جاي، محمد صلاح في الدوري السعودي، محمد صلاح مش في الدوري السعودي، محمد صلاح راح السعوديه بالفعل، محمد صلاح لا ما راحش ولا حاجه، محمد صلاح جه السعوديه لا محمد صلاح ما جاش، يعني مش فاهمين حاجه. بس قبل ما نتكلم مع حضراتكم عن التقارير السعوديه تحديدا، لازم نفكر الناس كلها ان باب القيد اتقفل في اوروبا، يعني صلاح لو مشي من ليفربول مش هيبقى له بديل. على الصعيد الاخر او على الجانب الاخر في المملكه العربيه السعوديه، باب القيد لسه مفتوح لغايه يوم 7 سبتمبر، عشان كده اتحاد جده يعني شغال عمال يضغط عشان يحاول جاهدا ان هو يحسم صفقه محمد صلاح برغم رفض يورجن كلوب مره واثنين وثلاثه. وطبعا كشفت بعض التقارير الصحفيه ان عرض اتحاد جده وصل ل 200 مليون جنيه استرليني كراتب فقط لمحمد صلاح غير المقابل المادي لليفربول. فيا ترى يا هل ترى، هل مع الاغراءات الماليه والامتيازات دي كلها ممكن يحصل تغير في راي النادي، او ان يحصل اعلان عن رغبه محمد صلاح الصريحه في الانتقال؟ كل دي اسئله هتجاوب عليها الايام اللي جايه ان شاء الله. عشان بقى نتناقش فيه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، سواء محمد صلاح او كمان البريمير ليج، خلينا دلوقتي يعني نروح للناقد الرياضي استاذ احمد غنيم. بنرحب بيك يا استاذ احمد. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الخير يا استاذ احمد، ومتعشمين نعرف منك يا ترى الامور هترسي على ايه، لان احنا فرهدنا من المتابعه. هو بالتاكيد يا كريم يعني الفتره اللي فاتت فعلا كانت يعني فيها حاله كبيره جدا من الجدل فيما يخص مستقبل محمد صلاح، خاصه من الجانب السعودي، يعني مع احترامي الشديد للصحافه السعوديه كان في مبالغات بعض الشيء، وان محمد صلاح سيصل خلاص الى جده فجر الجمعه وصباح الجمعه، ومباراه نيوكاسل الماضيه كانت اخر مباراه وهيخضع للفحص الطبي في دبي. طبعا دي كانت مبالغات حقيقيه من الصحافه السعوديه. انا على المستوى الشخصي بحب يعني اعتمد في هذه الاخبار تحديدا على المصادر الموثوقه في اوروبا وفي بريطانيا تحديدا، كانت المصادر الموثوقه بتنفي نيه ليفربول للبيع، وان اصلا لم يصل عرض. اول عرض قدمه اتحاد جده كريم كان مساء الخميس، كان عرض شفهي لجوردن المدير الرياضي لنادي ليفربول، وتم الرد على الفور. احنا تقدم العرض الشفهي من احد مسؤولي اتحاد جده تليفونيا لليفربول، كان العرض بيتضمن 100 مليون جنيه استرليني بلس 50 مليون جنيه استرليني اضافات وحوافز، تم الرد على الفور، لان اولا ما فيش وقت. انا اعتقد لو كان العرض بتاع اتحاد جده وانتهى وكان بدري شويه، كان ممكن ليفربول يفكر كان يجد البديل. لكن المشكله الرئيسيه بالنسبه لكلوب، بالنسبه لليفربول، ان حتى لو تم بيع صلاح ب 150 او 200 مليون ما عندوش بديل، وبيضحي بالموسم بتاعه، لان اعتقد محمد صلاح حاليا هو يعني المتبقي حاليا من الجيل التاريخي ليفربول اللي فاز بالالقاب على مدار السنوات الاخيره. فانا اعتقد ان محمد صلاح فاكر مع ليفربول، خاصه كمان كما ذكرت انت يا كريم مع غلط فتره الانتقالات الصيفيه في انجلترا، خلاص مفيش بديل نهائي، وبالتالي حتى لو استمرار فتره الانتقالات الصيفيه في السعوديه حتى 7 سبتمبر، انا بقول ان محمد صلاح فاكر مع ليفربول بنسبه تفوق ال 95%، ولن يحصل الا بمعجزه او بقى عرض مثلا 300 400 مليون، لكن 200 مليون او 150 مليون لن يقنع اداره ليفربول بالتخلي عن لاعب بقيمه محمد صلاح. طيب استاذ احمد، فكره عدم الاستسلام من قبل الدوري السعودي، يعني يمكن خلاص بقى اقل من 4 ايام، يوم الخميس تحديدا يوم 7 سبتمبر هيتم غلق باب القيد. فكره هنا ان يعني هيتم الضغط من قبل النادي طبعا علشان يتم اغراءات ماليه اكتر علشان يمكن صلاح ينضم لهم، هل شايف ان ممكن يحصل مفاجاه في الاربع ايام دول، ولا خلاص بنقفل الباب ده وبنقفل المناقشه دي تماما ومش هنتكلم فيها خالص بعد كده، او فكره بقى يمكن هنتكلم فيها بعد ما ينتهي عقد صلاح 2025 مع نادي ليفربول، ولا ممكن يحصل مفاجاه خلال الاربع ايام المتبقيه؟
انا الحقيقه على المستوى الشخصي وده توقع وبناء برضه على معلومات المصادر الموثوقه في انجلترا صعب يحصل مفاجاه ان ليفربول ما عندوش بديل، حتى لو هو هياخد ال 150 او ال 200 مليون جنيه استرليني هيقدمه في نادي الاتحاد السعودي ما فيش بديل وهيخسر قيمه مهمه جدا مثل محمد صلاح. وليفربول عنده شغف انه يعوض الموسم ما حدث في الموسم الماضي، لان ليفربول الموسم الماضي كان موسم كارثي، خرج من كل البطولات، ما تاهلش لليوفا تشامبيونز ليج، مش موجود تاني في التشامبيونز ليج، وبالتالي هو ليه تعويض كل ده الموسم ده، فصعب جدا يستغنى عليها من سيد محمد صلاح. انا توقعي ان ممكن نرى محمد صلاح في الدوري السعودي خلال صيف 2024، ممكن ليفربول يبيعه قبل سنه نهايه عقده، وان كنت برضه ده اتمنى ذلك على المستوى الشخصي، انا بتمنى ان محمد صلاح يستمر في التوب ليفل، لان مع احترامي المشروع السعودي مشروع واعد، مشروع الدوري السعودي مشروع واعد، لكن لسه بدري. معظم اللعيبه حتى الان في وجهه نظري معظمهم لاعبين اقتربوا خلاص من نهايه مسيرتهم او فرصهم كانت قليله جدا في اوروبا باستثناءات يمكن بسيطه جدا، يعني ثلاث او اربع لاعبين صغار في السن، لكن المعظم يعني احنا شايفين خلاص ان الاتحاد السعودي بيقترب من التعاقد مع سيرجيو راموس، وسيرجيو راموس حاليا بيبلغ من العمر 37 سنه، احنا بنتكلم ان معظم اللعيبه حتى انتوا بس في السن، فانا فوجئت يعني على المستوى الشخصي انا اتمنى استمرار محمد صلاح ليس فقط الموسم ده ولكن لمواسم اخرى، ان هو 31 سنه وقادر على العطاء لسنين اخرى في التوب ليفل على مستوى اوروبا. طيب لو هنتكلم يا استاذ احمد، احنا عمالين الجدل عموما يعني بغض النظر عن فكره غلق الصفقه من عدمها، ايه الاحسن بالنسبه لصلاح؟ يمكن ناس كتير او انا وكريم كنا بنتكلم يمكن شايفين انه خلاص ليفربول مش هيحقق اكتر من كده خلال الفتره المقبله، على الجانب الاخر صلاح ممكن يحقق مكاسب كتير جدا من انتقاله دلوقتي، وممكن ما يكونش نفس العرض ده موجود بعد سنتين بعد انتهاء عقده مع ليفربول، يعني شايفين الناس منقسمه، شايفين ناس ان مصلحه صلاح ان هو ينتقل للدوري السعودي، ناس تانية شايفة انه اكيد بقاؤه مع ليفربول هو الاصلح ليه، خاصة ان يمكن صلاح خلق شعبية كبيرة جدا لليفربول سواء على مستوى مصر او الوطن العربي، يمكن طبعا ليفربول اكيد نادي كبير ولكن شعبيته زادت جدا بعد انتقال صلاح ليه. ففكرة هنا ان احنا عمالين بنتكلم، هل صلاح انت مع صلاح ان هو يكون مستمر مع ليفربول ولا ان هو ينتقل للدوري السعودي؟ مش بس بتكلم دلوقتي او كمان بعد سنتين. هو السؤال ده مهم جدا لسببين، السبب الاول لو بصيناها من الجانب المادي بالتاكيد محمد صلاح يختار العرض الاتحاد، يعني قولا فصلا عرض خيالي، كل ما تحت كتاب المنع هيكون اغلى لاعب، يعني اعلى راتب، يعني اعلى لاعب اجرا في تاريخ كره القدم، هيتخطى كمان راتب كريستيانو رونالدو تقريبا اللي بيتقاضى حوالي 60 يورو في السنه. ده على الجانب المادي، لكن سبب اخر يعني ده السبب اللي ممكن يخليه، لكن انا ده السبب لا من حده محمد صلاح راتبه طبعا يعني لو قارنا راتب دلوقتي الحالي بياخده في ليفربول هو بياخد حوالي 350000 جنيه في الاسبوع مع الراتب اللي هياخده يعني في اتحاد جده حاليا ايه طبعا فرق كبير جدا صلاح للاتحاد، لكن على الجانب الجوانب بقى يعني المعنويه والكلام ده انا شايف انه بيكمل في ليفربول لان محمد صلاح في وجهه نظري بادئ الموسم بشكل قوي، مساهم كل مباراه بيساهم في هدف سواء باسيست او صناعه اهداف تسجل هدف، محمد صلاح امامه فرصه سواء الموسم ده او الموسم القادم ينافس على البالون دور، لان ميسي مشي خلاص من اوروبا، رونالدو مشي من اوروبا، مفيش غير هالاند امبابي، يعني تعالى نتذكر ان لوكا مودريتش هو احد اساطير ريال مدريد فاز بالكره الذهبيه وعنده 34 سنه، فالفرصه لسه في وجهه نظري قدام صلاح، لان حلم محمد صلاح وهو طرح ده اكثر من مره ان هو يحقق الكره الذهبيه، ومحمد صلاح قدر على ده. محمد صلاح تعالوا نكون يعني واضحين مع الساده المشاهدين، لن يحقق الكره الذهبيه حالا وصل للدوري السعودي، لان التوب ليفل حتى الان في اوروبا مع احترامي الشديد مره اخرى المشروع الدوري السعودي، لكن لسه مشروع بادئ وواعد لا يجوز على الاطلاق مقارنته بالكره الاوروبيه ولا يجوز مقارنته على الاطلاق تحديدا بالبريمير ليج، لان البريمير ليج تحديدا مكاسبه بتوصل ل 100 مليار جنيه استرليني، احنا بنتكلم فرق شاسع يعني فرق ضخم جدا، فلسه دوري السعودي مشروع واعد. فانا في وجهه نظري اتمنى ان محمد صلاح يكمل، لان انا نفسي بشوف لاعب مصري بيرفع البالون دور الكره الذهبيه في المستقبل القريب. واضح كده ان احنا لا نملك غير الانتظار للثلاث اربع ايام اللي جايين دول ونشوف يا ترى هتحصل مفاجاه غير متوقعه ولا لا، وان حصلت هتكون قنبله الموسم بالمعنى الحرفي للكلمه. بنشكرك استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر. الحقيقه الموضوع ده شاغل الكل، انت ممكن تتفاجئي يا مريم ان في اتنين مثلا على الله حكايتهم قاعدين على قهوه بلدي بيلعبوا دومينو على المشاريب وبيكون واحد بيجلو بدلو، ان انا شايف ان لا 7 مليار مش كفايه، عارف الحاجات دي؟ والله العظيم الكل بيتكلم في الموضوع بشكل فظيع. صح دي حقيقة أكيد
صلاح لاعب كبير جدا يمكن في تاريخ الكرة المصرية، مفيش حد حقق اللي حققه صلاح على مدار يعني التاريخ الكروي طبعا. تاريخ مشرف جدا يعني، يمكن دلوقتي ان هو وصل لاغلى لاعب يعني، يمكن شايفين الصفقات، شايفين العروض من قبل الدوري السعودي، يعني اقوى صفقه لو حصلت هتكون هي اقوى صفقه على او منذ يعني فتح باب القيد السعودي او منذ انتقال تحديدا مع البدايه، ضربه البدايه مع كريستيانو رونالدو. ما اعتقدش ان احنا هنشوف كده، ما اعتقدش ان احنا هنشوف كده تاني مع صلاح، فاكيد لازم كل الناس تتكلم على حاجه زي دي. طيب، ومن منطلق ان يعني ربنا ما يقطع لنا عاده، تعالوا نروح بقى لفرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه سالة حامد اللي هتعرفنا مشكوره على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وكل فرقه الرياضيه المختلفه. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك يا مريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع، وزي ما متعودين دايما يا كريم زي ما انت قلت، يعني انا معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم النهارده باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، والنهارده ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي. النهاردة التدريب هيكون من الساعة 5 للساعة 7 لمدة ساعتين، تدريب على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادسة من أكتوبر. يمكن يعني قرر مستر أجاست إيبوش أن التدريبات تكون بره صالة النادي الأهلي الفترة القادمة استعدادا إن شاء الله طبعا للمشاركة في البطولات القادمة، واللي هتكون البداية مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام في سنغافورة من يوم 21 ليوم 24 من شهر سبتمبر الحالي. ويمكن إن شاء الله كمان الفريق يعني هيسافر بالكامل، بعثة فريق النادي الأهلي هتسافر يوم 17 من شهر سبتمبر الحالي لسنغافورة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا النادي الأهلي كيعني الفائز أو كبطل افريقيا الموسم الماضي، النادي الاهلي هيشارك في البطوله دي كبطل افريقيا وحصوله طبعا على بطوله البال الموسم الماضي. يمكن النهارده كمان ان شاء الله يعني خليني اقول لك يا كريم ويا مريم انه الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي من غير اللعيبه الدوليه، ويمكن كمان في وجود المحترفين سواء مايكل فاكوادي او عمر عباده المحترف التونسي اللي ان شاء الله هيكونوا مع النادي الاهلي الفتره القادمه للمشاركه في بطولتي يعني اللي هيشارك فيها النادي الاهلي سواء بطوله كاس العالم الانديه او البطوله العربيه اللي هتقام في قطر الفترة القادمة. فهم يعني متواجدين مع الفريق ويعني بيواصلوا تدريبات بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي، ولكن يعني التدريبات يعني ناقصها بس جميع لعيبة النادي الأهلي الدولية سواء ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران وكريم حاتم. يمكن طبعا جميع لاعبي النادي الاهلي دول يعني الخماسي متواجدين مع منتخبنا الوطني المشاركه في بطوله كاس العالم للمنتخبات واللي مقامه في الفلبين الفتره دي. يمكن كمان خليني اقول لكم ان يعني منتخبنا الوطني بدا مشواره في كاس العالم للاسف يعني بالخساره في مباراه ليتوانيا ومباراه مونتيجرو، وكمان يعني فاز في مباراة الأردن ومباراة المكسيك، وبعد كده يعني للأسف خسر في آخر مباراة في مواجهته في كأس العالم أمام نادي أو أمام عفوا منتخب نيوزيلندا. يمكن طبعا بعد يعني خساره امام نيوزيلندا يمكن كانت بنتيجه 88-86، للاسف كده منتخبنا الوطني يعني هيشارك في ملحق اولمبياد باريس 2024، ودي هتكون عباره عن اربع دوريات بمشاركه 24 منتخب، ومن كل دوره هيتاخد منها يعني منتخب واحد، فكده يعني اجمالي اربع منتخبات هتشارك في اولمبياد باريس 2024، وده طبعا اربع منتخبات هتتاهل من ملحق الاولمبياد. ده بالنسبه لي طبعا اللي ما قدرش ان هو يتاهل بشكل رسمي لاولمبياد باريس من خلال بطوله كاس العالم للمنتخبات واللي كانت مقامه في الفلبين. كمان خليني اقول لكم انه يعني بعد اداء كبير شفناه ومجهود كبير من جميع لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي فاتت مع منتخبنا الوطني طبعا زي ايهاب امين واللي سجل يعني 22 نقطه في مباراه المكسيك وحصوله على رجل مباراه في المباراه، طبعا نظرا لي يعني حصوله على 22 نقطه وتسجيله 22 نقطه في المباراه. كمان عمرو الجندي، جميع اللاعبين يعني عملوا مجهود كبير جدا الفتره القادمه، فالنهارده ان شاء الله هيوصلوا للقاهره، ويعني يفضل مستر أجاست إيبوش ان هو يريحهم يومين وبعد كده يشاركوا في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي بشكل طبيعي طبعا عشان بعد كده استعدادا، ده طبعا كله في اطار استعدادات الفريق للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه المقامه في سنغافوره.
طبعا خليني اقول لكم انه يعني بعد عطاء لمده 14 سنه مع منتخبنا الوطني، يمكن قرر كمان امبارح كابتن عمرو الجندي قائد منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي الاعتزال بشكل يعني الاعتزال دوليا مع منتخبنا الوطني، والاكتفاء طبعا ب 14 سنه من العطاء والمجهود مع منتخبنا، وقرر القرار ده امبارح بعد يعني اخر مباراه امام نيوزيلندا في بطوله كاس العالم للمنتخبات. يمكن شاف يعني انه ده طبعا افضل نهايه لمسيرته مع منتخبنا الوطني، وهي المشاركه في بطوله كاس العالم للمنتخبات. ده بالنسبه لفريق كره السله. خليني بقى اروح لفريق كره الطايره، وطبعا النهارده ان شاء الله هيشاركوا او هينتظموا في التدريبات بشكل طبيعي الساعه 1:30 على صاله المقاولين العرب في مدينه نصر. يمكن برضو قرر يعني المدير الفني انه التدريبات كلها تبقى بره صاله النادي الاهلي الفتره القادمه، والاستعدادات يعني بشكل منتظم للمشاركه في بطوله الدوري اللي هتقام ان شاء الله تقريبا في شهر 11 القادم. برضو بنات او سيدات كره الطايره النهارده عندهم تدريبات بشكل طبيعي استعدادا لبطوله الدوري، ورجال كره اليد تحت قياده المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 4 للساعه 6 استعدادا للمباراه القادمه اللي هتكون يوم الثلاثاء أمام نادي المعادي الساعة 8، ودي هتقام على المركز الأولمبي في المعادي. يمكن دي طبعا المباراة الثانية للاعبي النادي الأهلي في بطولة الدوري. يمكن أول مباراة كانت أمام نادي الزهور واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 30-18. يمكن دي كانت انطلاقة بطولة الدوري، وكانت المباراة دي يوم الجمعة الماضية. بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة هتكون تاني مباراة لفريق النادي الأهلي، وبعد كده يعني جميع المباريات بالنسبة للفريق هتنتهي يوم 22، عشان بعد كده إن شاء الله الفريق يعني بعديها بأربع أيام هيسافر يوم 26 للكونغو للمشاركة في بطولة أفريقيا لأبطال الدوري، واللي هتقام يوم 28 ليوم 7 شهر 10 أو شهر أكتوبر القادم. يعني البطولة دي إن شاء الله هتقام في الكونغو، ومش بس بالنسبة لرجال كرة اليد، كمان بالنسبة لسيدات كرة اليد يا كريم ويا مريم إن شاء الله برضو هيسافروا في نفس الموعد على نفس الطيارة، واللي هيكون رئيس البعثة هيكون الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، هيسافروا في نفس الوقت، وكمان البطولة هتبتدي في نفس الوقت بالنسبة للسيدات من يوم 28 ليوم 17 شهر أكتوبر القادم. ويمكن كمان بالنسبة لسيدات كرة اليد النهاردة هم متواجدين في الإسماعيلية في معسكر مغلق، ويمكن البداية هتكون النهاردة إن شاء الله لحد يوم 7 سبتمبر الحالي لحد يوم الخميس تقريبا أو يوم الجمعة. يمكن خليني اقول لكم ان المعسكر المغلق ده يعني قرر الكابتن او المدير الفني كابتن محمد عادل زولا قرر ان هو الفريق او جميع لاعبي النادي الاهلي جميع لاعبات النادي الاهلي ان هم يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله الفتره القادمه. ويمكن النهارده ان شاء الله هتكون البدايه، بس هيتمرنوا على فترتين، الاول الفتره الصباحيه من الساعه 9 للساعه 10، وهتكون الاكثر التركيز على الجانب البدني، وبعد كده من الساعه 6 للساعه 8 هتكون على التركيز الفني، واللي هو طبعا يعني لعبه كره اليد هتكون بس التدريبات عباره عن لعبه كره اليد، والصبح هيكون بعض التدريبات يعني حفاظا على اللياقه البدنيه. ده هيكون البرنامج بالنسبه لسيدات كره اليد طوال يعني فتره المعسكر. طبعا ده هيكون زي ما قلت استعدادا للمشاركه في بطوله افريقيا لابطال الدوري. يمكن دي يا كريم ومريم كانت يعني كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا نتكلم عليك يا كريم، تفضل. نشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده زميلتنا العزيزه سارة حامد، شكرا جزيلا ليك. خلينا بقى دلوقتي نروح نتابع تمارين جديدة مع الكابتن سيمو محمود مديرة جيم السيدات بالنادي الأهلي بالجزيرة، مدربة بجيم طبعا السيدات، وهنشوف معاها التمرينات ونرجع لكم مرة تانية. صباح السعادة على كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة عندنا تمارين لو عملناها هتحمينا من خشونة الركبة ومن جميع الإصابات اللي احنا بنتعرض لها بعد كده. طيب ايه هما الخمس تمارين أو أكتر حاجة ممكن نركز عليها عشان طقطقه او احنا نطلع السلم بيبقى فيه وجع او ايا كان الركبه عضلاتها ضعيفه اللي حواليها؟ يعني خلينا نشوف دلوقتي معانا كابتن حسن مدرب من جيم الولاد، وهنجرب معانا الاكسرسايز. اتفضلي كابتن حسن. اول حاجه هنقعد، هنجيب حاجه بس هترفع رجلينا من على الارض او من على حاجه بس عاليه مستويه، بنحطها تحت الركبه، ظهري مفرود، سنده بالراحه، ببدا ادوس عليها وارجع. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة،
بدوس بعمل بس مقاومه في رجلي في العضله الاماميه عشان دي العضله المهمه جدا اللي ماسكه كل الاجزاء بتاعه الركبه. لو هنا قوي هتبقى الركبه بتاعتي قويه جدا، حتى لو انا عندي خشونه بتبدا تدريجي يعني يخف الضغط اللي موجود على العظم اللي هنا، بتبدا رجليا ترتاح وتخف شويه من الخشونه اللي عامله لي مشكله مزعجه. تاني تمرين هننام على ظهرنا، بتني رجل فوق، اتني واحده والتانيه مفروده، وبطلع بيها مفروده مشت عليا اهم حاجه، وهنزل تاني اب واحد اتنين. كل التمارين من اللي احنا بنعملهم دول هنكررهم اربع مجموعات، وكل مجموعه هعد فيها 10 عدات وارتاح. ممكن نكررهم مرة الصبح مرة بالليل، ممكن ثلاث مرات، هي حاجة بسيطة جدا بس هتقوي لي العضلات المحيطة بالركبة أو عضلات العضلة الأمامية نفسها والعضلة الخلفية، هتفرق معايا جدا. هنعد 10 عدات وهنشتغل كمان على الرجل التانية اللي ما فيهاش برضو أي مشكلة أو أي إصابة، برضو لازم الاتنين يبقوا قويين. هرفع الرجل واثبت مفرودة وهشغل مشط رجلي، بس أشد مشط رجلي عليا وأرجع تاني واحد اتنين، والنفس مهم جدا، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. مهم جدا ان احنا نفضل عاملين انقباض للعضلة الأمامية عشان تفضل معايا قوية وفي مستوى 45 درجة عشان اخدر اشغل يعني معايا العضلة الأمامية والخلفية في نفس الوقت. تالت تمرين هفرد رجلي خالص وهبدأ اعمل دواير على بره، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهعكس الزاوية بتاعتي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. نفس التمرين برضو هعد 10 عدات وأريح، ومهم قوي إن أنا أكرره أربع مرات وبشتغل على الرجلين زي ما انا نفس الرجل، حتى لو ما فيهاش وجع لازم برضو اعمل لها تقويات عشان ما تبداش توجعني او عضلاتها تضعف. طول ما رجلي قويه شاده مشتي عليا هتفضل العضلات المحيطه بالركبه، ودي اهم عضلات اللي هي بتبقى ماسكه الركبه عامه. تالت تمرين بقى بتبقى اطاله عشان برضو اخف الضغط شويه على الركبه، بنرفع رجلينا رجل واحده بس، واحده متنيه تانية مفروده، بشد مشتي، ممكن احط هنا استك او ممكن احط فوطه او ممكن امسك بايدي الاثنين لو انا في مرحله متطوره شويه او بلعب رياضه باستمرار. هنمسك بايدينا الاثنين هنا كمان كمان افرد انا، ممكن اعمل كده وممكن ان انا اساعده بحاجه او اشد له عشان اعمل له اطاله لرجليه او للعضله الخلفيه. بنريح وبنقوم نقعد، ودي بتبقى اهم اكسرسايز احنا بنعملها خلال اليوم بتاعنا، اما مره الصبح او مره بالليل او مرتين في اليوم، مهم جدا 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 العضلات المحيطه بالركبه عشان نخف من الطقطقه اللي بتحصل او نخف من التعب اللي بيحصل واحنا طالعين السلم. وان شاء الله هنتابعكم في تمرينات جايه مفيده ومهمه. صباح السعادة. عوده على 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا في الفقره دي منورانا ومشرفانا ضيفه من الصنف اللي يفرح ويشرف ويطمن، يطمننا على اللي جاي. ضيفتنا لاعبه مميزه جدا ورغم صغر سنها لكنها قدرت بالفعل ان هي تتاهل للاولمبياد في الخماسي الحديث. هنتكلم معاها عن مشاركاتها العالميه والتواجد دايما على منصات التتويج وفوزها الاخير من يومين تحديدا ببطوله افريقيا. بنرحب مع كل حضراتكم بضيفتنا ملك اسماعيل، بطله افريقيا في الخماسي الحديث والمتاهله للاولمبياد. صباح الفل ومليون مبروك على الانجازات الجميله دي. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. نورانا يا ملك. صباح الفل عليكي. كلمينا بقى، يمكن عملتي انجاز كبير جدا بالنسبه لنا، فكره ان انت حصلتي على الميداليه الذهبيه وتاهلتي لاولمبياد باريس 2024، يعني كلمينا اكتر عن البطوله دي وتحديدا استعديتي ليها ازاي؟ هي البطوله دي احنا عارفين ان هي طبعا في الوقت ده من بدري جدا، وكان في بطوله العالم للكبار في انجلترا كان قبليها على طول. احنا رجعنا كان بالظبط يوم، وبعد كده اليوم اللي بعديها البطوله. كنا كلنا طبعا عارفين ان دي حاجه صعبه، بس كانت تشالنج بالنسبه لنا كلنا، يعني كل المنافسين كنا في بطوله العالم ورجعنا تاني على بطوله افريقيا. بدانا الاول يوم بالسلاح، ما كنتش ماشيه احسن حاجه قوي، بس في الاخر اكتشفت ان انا بقيت الاولى على افريقيا. كنت انا وهايدي، احنا اتنين نفس السكور في السلاح في اول يوم،
وبعدين حلوه اكتشفت ان انا الاولى على افريقيا. ايوه انا كنت فعلا حاسه ان ماشيه وحش، وبعدين النتيجه انت اول مقرر. هاي اتفاجئت بقى يعني. طبعا مفاجاه حلوه. اه وبعدين اليوم اللي بعديها بدانا بالفروسيه. عملت فروسيه تحفه، انا بقى لي كذا مره كنت بعمل فروسيه احسن حاجه، بس الحمد لله في البطوله دي عملت فروسيه تحفه كويس. وبعدين البونس راوند ما جبتش فيه اي لمسه، بس بعدين عوضت في السباحه وعملت برضو في السباحه رقم يعني اعتبر اعتقد جديد بالنسبه لي. وبعدين في الليزر رون انا كنت طالعه تاني، بس كانت البنت الاولانيه من استراليا فكان هي دي عادي اوكي يعني ان انا هي مش هتعيقني في التاهيل في حاجه يعني. وكانت طالع بقى ورايا تالت رابع خامس من مصر عادي من افريقيا. بعد ال 600 الثالثه كنت انا، هو احنا بنجري خمس 600 انتوا اكيد مش عارفين. خمس 600 كل 600 يعني بنجري 600 متر وبعد كده نضرب رمايه 600 متر رمايه 600 متر رمايه، فخمس مرات جري واربع مرات رمايه. اوكي. فال 600 الثالثه الجري كانت بدات سلمى عبد المقصود تجيبني. المجموعه بتاعتي في الرمايه ما كانتش احسن حاجه، فهي طلعت قبليه، بس 600 الرابعه كلها هي قدامي، وانا عارفه ان هي اصلا بتضرب رمايه كويس ما شاء الله، فيعني ما كنتش لسه عارفه ايه البلان بتاعتي في نص السباق يعني. وبعدين في اخر رمايه انا دخلت مثلا، كانت هي وبنت استراليا ماشيين مع بعض، دخلت بعديهم الرينج الرمايه بحبه صغيرين قوي، بعد كده ضربت وخرجت اول واحده ما شاء الله. اتفاجئت بقى يعني عماله تتفاجئ طول البطوله. اه ما كنتش مصدقه نفسي، ما كنتش مصدقه نفسي ان انا طلعت اول واحده كامل رمايه، وفرق في فرق عادي كويس قوي. فجريت وجبت اول الحمد لله واتقلت الاولمبياد. بقول لك لطيفه فكره ان انت عندك فرصه للتعويض، ان حاجه ممكن توزن حاجه ثانيه. طب احنا عايزين نتعرف عليكي اكتر، يعني عندك كام سنه، بتدرسي ايه، بدايتك مع الخماسي الحديث كانت امتى، وبطبيعه الحال برضو عايزين نعرف منك استعدادتي ازاي للبطوله الاخيره دي بطوله افريقيا، واقوى المنافسين فيها كانوا ايه. شوفي عايزه تبتدي من فين بقى. ماشي هبدا بنفسي اول. انا اسمي مرح خالد اسماعيل، عندي 18 سنه، لسه مخلصه ثانويه عامه، كانت سنة صعبة جدا عليا طبعا. جبت 84% وبالحافز 90. اه الحمد لله. فانا لسه بفكر ادخل كمبيوتر ساينس، بس لسه مش متاكده جامعه ايه بالظبط. بس واضح ان التفوق الرياضي ما اثرش على التفوق الدراسي في حالتك. اه الحمد لله، هو التفوق الرياضي ساعدني اساسا، انا في اخر جبت 90 يعني برضه. بس مالك فكره ثانويه عامه مع البطوله؟ انت بتقولي ان هي بطوله صعبه جدا، وانت عارفه ان هي هتبدا من بدري، يعني فكره اصلا كمان كان عندي بطوله بعد ما خلصت امتحانات باسبوعين بالظبط. اوكي. دي جبت فيها اول الحمد لله، كانت بطوله العالم لمرحله اليوث تحت 19 سنه، هي دي اخر سن يعني اخر سنه انا اقدر العب في المرحله دي، كنت انا اكبر سن. فكرة بطولة مهمة بالنسبة لي، ولو طبعا انتوا عارفين الموضوع ده ان الخماسي فيه لعبة جديدة اللي هي الاوبستكلز، فهي الفروسية هتتشال واللعبة الجديدة تتحط، فدي كانت لسه أول بطولة ليا ان انا اشارك فيها باللعبة دي. كان فترة الامتحانات الناس كلها بتتمرن على اللعبة وانا ما كنتش بلحق اتمرن بالظبط، كنت بتمرن فعلا قليل جدا، كنت بحاول ان انا مثلا انزل على الأقل 3 أيام في الأسبوع اتمرن، والثلاث أيام التانيين بقعد أذاكر. كان موضوع صعب جدا عليا، بس انت عرفتي توزني بين ده وده. وبعدين انا عايز برضو اقف معاك انا ومريم عند تفصيله ان انت بسم الله ما شاء الله 18 سنه ورايحه جايه من بطولات عالم، وفي فلوس رايحه وميداليات راجعه وداخله دوره الالعاب الاولمبيه، فاصلا احساسك بدا ايه؟ فخوره جدا، فخوره ومبسوطه جدا جدا يعني، حقيقي انجاز كبير الحمد لله. ومخططه لايه قدام بقى بعد كده؟ طبعا السيزن الجاي هيبقى سيزن صعب بالنسبه للكبار، هيبقى سيزن برده كله فيه تشالنجز، بس الاكتر ليه هيبقى اكسبيرينس. انا دلوقتي اتاهلت، بس لازم برده اكمل ان انا افضل في المستوى اللي انا فيه وازود عليه، وان شاء الله اعمل حاجه كويسه في الاولمبياد بقى. طب هدفك ايه في اصلا اولمبياد باريس 2024؟ يمكن تشالنج كبيره قوي هتبقى صعبه جدا، انت بتتكلمي عن بطوله افريقيا ان هي كانت صعبه، اكيد الاولمبياد اصعب بكتير، هيبقى فيها تشالنجز اكبر، يعني هتستعدي لها ازاي وبتطمحي لايه؟ يعني عايز تحققي ايه فيها؟ يعني انا مش عايزه اقول بطمح لميداليه، بس ممكن ابقى بطمح لميداليه عادي جدا، ان هي حاجه مش بعيده عليا، عشان احنا في الخماسي يعني عادي ممكن اي حاجه تحصل، مفيش حاجه ثابته يعني. أوكي. كل شيء وارد، فبطمح لميداليه الحمد لله. واحنا كمان مستنيين منك الميداليه دي على فكره. طب بالمناسبه يعني على صعيد الرياضه دي تحديدا، ايه اقوى الدول فيها واحنا فين بالمقارنه بيهم؟ حقيقي مصر من اقوى الدول مؤخرا يعني. وبعدين بقى هي اوروبا فيها كذا بلد من هي برضو الاقوياء، كوريا برضو قويه، بس اكتر حاجه يعني اللي فيها دول كتير قوي هي اوروبا، يعتبر معظم دول اوروبا بتلعب.
ومعظم دول اوروبا قويه برضو في افريقيا وعربيا. مصر هي اللي في الصداره وعالميا برضو يعني لسه بطوله العالم في انجلترا. مصر هي اللي كسبت الترتيب العام ما شاء الله بثلاثه ذهب وواحده برونز، فده كان برضو انجاز كبير لينا. طيب ملك، بما ان احنا بقى بنات زي بعض فاحنا عارفين انه دايما بنواجه تحديات كبيره في اي مجال، الرياضه تحديدا كنا بنشوف فيها طول الوقت ولاد رجاله، ولكن طبعا سيطرت بقى يعني الهيمنه النسائيه مؤخرا بشكل كبير جدا، البنات بقوا يحققوا سكورز كبيره جدا، بيحققوا بطولات. شايفه ازاي التحديات اللي بتواجهها اي بنت يعني، وهل التحديات دي بتبقى اكتر من اي شاب او اي راجل بيشارك في اي بطوله او اي يعني رياضه زي الرياضات اللي احنا بنشوفها عموما؟ يعني هو الصراحه ما فيش عنصريه او حاجه، يعني مش عنصريه، هي بتبقى تحدي، فكره ان هو أكيد مش في تحدي. فكره ان حد بيفرق ما بينك وما بين ولد، بس هي فكره ان انت تحدي احنا بنشوفه، لان احنا بيبقى عندنا التزامات اخرى، احنا عموما دايما بنبقى محصورين في منطقه معينه. مش احنا مش عنصريه، مش عنصريه على قد ما هي احنا اتعودنا عليها من زمان. يعني صراحه مش بشوف كده قوي، هو بيبقى كل المنافسين بنات، لكن طبعا هو يعني دول بره يعني بيبقى بالنسبه لهم موضوع مختلف، هو بالنسبه لهم الرياضه دي حياتهم بس، ما بيعملوش اي حاجه غير الرياضه، حتى لما بييجوا يدرسوا بيدرسوا عن الرياضه، بيعملوا كل حاجه كده. صراحه دي مش حاجه انا حاسه ان انا حباها، انا حاسه ان انا يبقى في مجالات كتير مفتوحه قدامي حاجه احسن. بس في الاخر هي برده مش اعاقه ان احنا كلنا بنبقى بنات بننافس بعض، ما بيبقاش فيها حاجه. هي طبعا تشالنج بالنسبه للولاد، وفي الاخر طبعا بيبقى الولاد اقوى مننا نوعا ما، عشان احنا برده بنات بدنيا كده. بس يعني تبقى حاجه برده حلوه. انت لما ابتديتي بالخماسي الحديث على طول، ولا كان ليكي مثلا بتلعبي رياضه تانية الاول بعد كده اكتشفتي او لقيتي نفسك؟ وانا صغيره خالص كنت بلعب سباحه وبيبي فتنس. اوكي. وبعدين هو مدرب سباحه عرف اخويا على الخماسي، فماما دخلتني بقى فيه. وفي اول السباحه عرف اخويا على اخواتي على خماسي. على الخماسي. على الخماسي. سمعتها انا برضه قلت الجمله عامه شويه، عرف اخويا على اخواتي جديده دي يا ملك. اوكي، عرف اخويا على الخماسي. ماشي. ماما اتعرفت عليه ودخلتني بقى في الخماسي. اول خماسي خالص واحنا صغيرين بنلعب جري وسباحه بس. اوكي. وبعدين واحده واحده بنلعب رمايه، وبعدين واحده واحده سلاح، وبعدين واحده واحده فروسيه. ففي الاول كنت بلعب جري وسباحه وسافرت كتير وانا صغيره، ودي حاجه شجعتني اكتر ان انا اكمل، حاجه يعني كانت بتديني تشجيع كتير يعني. اوكي. على المستوى الاسري بقى، يمكن دايما برضو بنبقى في تشالنج انه لازم تركزي في دراستك الاول وبعد كده نشوف موضوع الرياضه. مش دايما عائلات كتير بيبقى عندها المفهوم ده، ويبقى عندها فكره انه حد من عندها يبقى رياضي بس ما يكملش مثلا في تعليمه او حاجه. وانت تحديدا قلتي السنه دي كان عندك بطوله مهمه جدا، هي بطوله افريقيا، وعلى الجانب الاخر كان عندك ثانويه عامه. كلمينا بقى عن الدور الاسري في حياتك، مين اكتر حد دعم ليكي؟ حد كان ممكن يعارض فكره ان انت تستمري في الرياضه، خاصه ان انت في فتره كريتيكال جدا من السنه الدراسيه دي؟ صراحه ما فيش حد ابدا قدر ان هو يعوق ان انا اكمل في الرياضه. كانت اكتر واحده بتساعدني هي ماما، هي اللي بتظبط لي يعني، هي الاداري بتاعي مديرة اعمالك. هي اللي بتظبط لي مواعيد، وهي اللي بتنزل لي التمارين، يعني حتى مش بروح تمرين لوحدي، مش بسوق انا يعني، هي اللي بتوديني وهي اللي بترجعني، وهي اللي بتظبط لي مواعيد الدروس، يعني كل حاجه هي اللي بتظبطها لي حقيقي يعني. تحياتنا ليها، اكيد هي بتتابع لقائنا. تحياتنا ليها شكرا يا ماما، ومشكوره على المجهودات الكبيره اللي بتفرحنا احنا في الاخر كمصريين يعني. مش بس هي كوالدتك، احنا كلنا فرحانين بيكي وبانجازاتك. طيب دوره العاب اولمبيه، فاحنا بنتكلم على حدث جلل في دنيا الرياضه، تمام؟ واكيد بطبيعه الحال بيحتاج برضو ايه استعدادات خاصه، فهتعملي ايه استعدادا لمشاركتك في الدوره الاولمبيه اللي جايه؟ ان شاء الله بس السيزون يخلص وهريح شويه الاول، اخد الاوف سيزون بتاعي وبعد كده ابدا السيزون الجديد بقى. ان شاء الله اكيد هيبقى فيه معسكرات وبطولات داخليه ولا خارجيه يا ملك، ولا من ده ومن ده؟ من ده ومن ده، اكيد لازم يبقى من ده ومن ده، وبطولات كتير اكتسب فيها خبرات، عشان لازم يبقى عندي خبرات كتير وكده، وانا لسه صغيره فمش عندي خبرات الكافيه. بس يعني هي دي كل سعادته، التمرين والتركيز وكل حاجه. طبعا هيبقى الرياضه بالنسبه لي اهم من الدراسه السنه دي، يعني ممكن ااجل مثلا الدراسه سنه او حاجه. هنا بقى مفيش حد من العيله هيعترض، متاكده على القرار ده؟ ممكن مثلا هو اخد مثلا شويه صغيرين، يعني اخد مثلا نص ترم بس في الترم كله. أوكي. بس انت عملت مواد اقل او حاجه، عملت يمكن الاصعب كمان، فكره ثانويه عامه وتجيبي فيه مجموعه محترمه، رغم ان انت جايه من بطوله ورايحه بطوله، فاهمه ازاي؟ فمعنى كده ان انت واضح ان عندك القدره على الموازنه. بس انا اثرت في الرياضه شويه، ان انا مثلا ما كنت بتمرن كل يوم، كنت بتمرن 3 ايام في الاسبوع بس. اوكي. فانا ناويه ان انا مش هقصر في الرياضه، ان انا الرياضه بالنسبه لي السنه دي هي الاهم. ممكن اقصر في التعليم شويه، ودي حاجه
وارده جدا وحاجه عادي يعني مش هقصر فيه قوي مش هرميه بس هيبقى يعني الرياضه تنظمي الوقت ما بين الاثنين سواء الرياضه والدراسه بالزبط. ممكن تاخدي سمستر مثلا وتاجلي سمستر تاني صح كده. طيب خليني اتكلم معاكي عن دور الاتحاد. طبعا الاتحاد الخماسي الحديث يمكن دايما بنتكلم ان هو الحقيقه اتحاد محترم جدا بيقدم الدعم للاعيبته بشكل كبير جدا. هو من اوائل الاتحادات عندنا في مصر ده يعني ان لم يكن هو الاول اكيد على مستوى الاتحادات المصريه. كلمينا اكتر عن دعم الاتحاد للخماسي الحديث يعني يمكن ايه السبورت اللي هو بيديهولك الجو او الانفايرمنت اللي بيوفرها لك علشان تحققي البطولات دي وعلشان كمان تتاهلي. يعني يمكن شفناكي انت عماله تقولي انا اتفاجئت ولكن الحقيقه هم بيوفروا اكيد عدد كبير جدا من كل الدعم علشان توصلي اللي انت وصلتيه دلوقتي. هو حقيقي الاتحاد يعني ما شاء الله اتحاد تحفه برئاسه كابتن شريف عريان وحقيقي كل اعضاء مجلس الاداره بيحبوني جدا وكل اي حد بيشوفني بيقعد يشجعني بيقول لي ركزي وعيش وكده. هو بيوفروا لنا كل التمرين يعني كل التمرين بنتمرنها مع المنتخب اي حاجه بنكون محتاجينها الاتحاد بيوفرها لنا. فهو حقيقي الاتحاد يعني اي حاجه فعلا محتاجينها هو بيسبورت وبيعمل كل حاجه كويس وده بينعكس في صوره نجاحات انتوا بتحققوها وانجازات بتتحقق في بالزبط. كل البطولات اللي بتشاركوا فيها حتى النوادي كمان كده يعني انا تبع نادي المؤسسه العسكريه بالهايك ستيب هما برضو هما يعني بعد ما خلصت البطوله وكذا حد من عندهم كلمني وبارك لي ودايما بيدعموني برضو كده. اوكي هو في الخماسي الحديث في احتراف كده زي كره القدم ولا الاوضاع فيه مختلفه؟ يعني مفيش حاجه زي كره القدم قوي يعني اوكي يعني الفكره نفسها مش وارده يعني هو في احتراف بس مش زي كره القدم يعني طب امال طبيعته ايه في الخماسي الحديث؟ يعني ايه نوع الاحتراف بالنسبه لك؟ مثلا يعني هل عندنا مثلا لعيبه مصريين بيمارسوا الرياضه دي او بيلعبوها مثلا لصالح بس نوادي بره مصر معينه في دول ثانيه غير مصر؟ لا يعني الاحتراف مش حاصل في حالتنا يعني. اوكي طيب ملك خلينا نتكلم اكتر معاكي عن اي حاجه انت بتتابعيها تانية يعني بغض النظر بقى عن الخماسي الحديث يمكن انت اكيد دي رياضه بتمارسيها فاكيد بتبقي مركزه فيها صح. لو متابعه اي رياضه تانية متابعه ايه على المستوى المحلي او العالمي؟ يعني مثلا بطولات السلاح ببقى متابعاها عشان ساعات بشارك فيها فعارفه الناس اللي هناك وكده. برضو السباحه يعني الالعاب اللي انا بلعبها انا بلعب خماسي في كل لعبه فرديه ببقى متابعاها برضو عشان انا ليا فيها شويه يعني فبفهم فيها فهقدر ان انا اتابعها واكون فاهمه. طيب لو هيكون ليكي مسج اخيره لاي حد في سنك ده تدي ايه مسج بعد اللي انت وصلتي له ده؟ ان شاء الله اكيد هتوصلي لاكتر واكتر خلال السنوات اللي جايه اكيد بنتمنى لك كل التوفيق لان انت الحمد لله حققتي حاجه في سن صغير جدا. ايه المسج اللي انت ممكن توجهيها لاي حد سواء في سنك او اصغر منك ان هو يحقق البطولات دي اللي انت حققتيها ويكون ليه نفس يعني نفس اللين اللي انت مشيتي عليه؟ ان هي دي اكيد حاجه مش سهله هي حاجه محتاجه اصرار ومحتاج مجهود كبير جدا ومحتاج وقت مش تستعجل على نفسك او على نفسك او اي حاجه. وان شاء الله يعني حتى لو هو ما وصلش للي انا فيه بالظبط ممكن يبقى هو وصل للخير اللي هو فيه يعني كل واحد اكيد هيبقى كويس في الحاجه اللي هو المفروض يبقى كويس فيها يعني. احنا يعني سعداء بيكي جدا يا ملك نورتينا يا ملك بالانجازات اللي انت حققتيها برغم سنك الصغيره دي واعملي حسابك احنا مستنيين منك على الاقل ميداليه اولمبيه واحده ان شاء الله بعد ما تشاركي في باريس 2024 كل التوفيق ليكي يا رب. ميرسي شكرا نورتينا يا ملك. كده تكون خلصت فقرتنا الحواريه الاولى فاصل ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا الحواريه ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتاني فقرتنا الحواريه النهارده في 10 الصبح في الاهلي ولسه اكيد طبعا كلامنا متواصل عن الاهلي والاستعداد للموسم الجديد ويمكن كمان على مدار يومين اللي فاتوا تابعنا معسكر الاهلي في النمسا واللي كان اجمل ما فيه الحقيقه حضور الكابتن محمود الخطيب والحاله الحماسيه والمعنويه للاعبين بعد هذه الزياره. هنواصل طبعا كلامنا عن الاهلي والتحديات اللي جايه في الموسم الجديد كل ده طبعا واكتر مع ضيفنا الغالي الاستاذ العزيز جمال الزهيري الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا استاذ جمال عامل ايه اخبارك ايه؟ ليك وحشه كبيره يا استاذ جمال والله انتوا ليكوا وحشه غايب عندنا جيب بس انا بتابعكم والله يسعدنا ويشرفنا مش معنى كده ان انا ما بصحاش ببقى صاحي لا بس احنا عايزينك تتابعنا هنا من جوه الاستوديو عشان حتى الدنيا اقرب لا معاكم على طول ان شاء الله ربنا يخليك. عايزين نبتدي مع حضرتك طبعا بكلامنا عن اخر المستجدات بالنادي النادي الاهلي وهو طبعا المعسكر في النمسا واكيد حضرتك بتتابع كل فعالياته وكل احداثه انا بتابعه على مدار اليوم الحقيقه يعني فاروق عامل شغل كبير عامل شغل حقيقة. فاروق جامد صح جدا مظبوط وعلى مدار اليوم في كل البرامج بتابعه يعني طبعا جميل شفت ايه بقى ايه الحاله اللي وصلت لا شايف طبعا ان هو اولا ده يعني يمكن لاول مره من فتره طويله يبقى في وقت ان يتعمل معسكر للفريق
فترة اللي ما بين الموسمين يعني بهذا الشكل، يعني اتعمل بشكل كويس جدا وبناء على طلبات طبعا كولر. بالظبط، ان هو طلب ان هو يتعمل في النمسا، واعتقد برضو ان النمسا من الاماكن اللي هي ممكن تكون مناسبه قوي للمعسكرات. يعني دوله هاديه والطبيعه فيها جميله وكده، فشيء كويس يعني انه اتعمل هناك. اضافه طبعا الى انه وجود اللعيبه مع بعض والجانب الترفيهي طبعا اللي بيتخلل المعسكر ده مهم جدا، لانه ده بيفصل تماما اللعيبه عن الموسم اللي فات واللي جاي. يعني بيعمل عمليه ريفريشنج كده وفرصه لدمج المستجدين طبعا كمان. طبعا، واضافه طبعا لحضور الكابتن محمود الخطيب اعتقد طبعا كان نقطه مهمه جدا وايجابيه ودافعه للاعبين ان يكون بينهم كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ان هو معاهم في المعسكر وبيتكلم مع كل اللعيبه وتواجد بينهم بشكل برضو فيه يعني بساطه وفي نفس الوقت رفع الروح المعنويه لكل اللعيبه، يؤثر طبعا على نفسيتهم طبعاً بشكل كبير. ودعابه مثلا مع رضا سليم، مع أفشة مع كهربا، دي كلها حاجات اكيد بتنعكس على روح الفريق اللي موجودة أكيد. دي مهمة جدا يعني. طيب أستاذ جمال، شكل الفريق تتوقع أنه يكون عامل إزاي؟ لسه كنا بنتكلم في بداية الحلقة النهاردة يمكن مارسيل كولر بقى خلاص الموسم الجديد ده هو مستلمه من أوله، يمكن كان بالزبط بيتكلم الموسم اللي فات عن تلاحم أكيد المباريات، عن الضغط، عن كل حاجة، وعلى الرغم من ده الحقيقة حققنا خماسية زي ما احنا شفنا، وكان بالزبط موسم قوي جدا واستثنائي. لو هنتكلم عن شكل الفرقة والسكواد بعد انضمام المعارين وبعد كمان انضمام الصفقات الجديدة وفكرة بقى الرسم اللي هيرسمه كولر بداية من المعسكر وعودة بعض المصابين المهمين جدا وحتى تألق اللعيبة اللي كانوا بعدوا عن مستواهم، ده هيعمل نوع من أنواع إيه المنافسة طبعا بين اللعيبة على المراكز. صح، يعني مثلا احنا شفنا كان أكرم توفيق في وقت معين بيحتل خلاص احتل الظهير الأيمن في غياب محمد هاني أو بعده عن مستواه. النهارده محمد هاني رجع لمستواه، وبالتالي يمكن توظيف أكرم توفيق وكريم فؤاد في مراكز مختلفة وإحنا يمكن شفنا برضو توظيف مارسيل كولر لكريم فؤاد الموسم اللي فات الفترة اللي لعب فيها كان ما تفهمش هو فين، بس هو بيؤدي صحيح دور معين مكلفه بيه كولر. فطبعا وعوده طبعا المعارين دي نقطه مهمه، صلاح محسن وكريم نيدفيد، رضا سليم بقى وامام عاشور وفكره وانضمام امام عاشور، ده كله اكيد طبعا كولر يعني بيفكر دلوقتي في توظيف هؤلاء اللاعبين في المرحله اللي جايه. لان زي ما قلنا انه داخل على موسم جديد، الموسم ده احنا قلنا ان هو هيكون من اصعب المواسم لانه مش للفوز ببطولات، لا للحفاظ على هذه البطولات، واضيفت اليها بطوله اخرى. يعني هو هيبتدي النادي الاهلي ان شاء الله بالسوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، ثم بطوله السوبر ليج او الدوري الافريقي. فطبعا هتبقى مساله محتاجه شغل جامد جدا، ويمكن بالنسبه للمهاجم اللي الناس منشغله بيه جدا، مهمه لان في ناس كتير الناس منشغله بيه ومش عند اللي حصل مؤخرا، وقال لك احنا برضو في امس الحاجه لمهاجم طبعا صحيح. وما زال البحث مستمر، لكن ضغط الحقيقه ضغط الجماهير الاهلاويه، قد يكون هناك عوامل لا يعلمها الجمهور او الناس، ففي حاجات في التعاقدات والكلام ده ممكن تعطل ده شويه، واخد بالك؟ لكن في النهايه الفكره موجوده، وقد يحدث برضو يعني لسه الوقت متاح انه يتم ده. وان لم يحدث لاي سبب من الاسباب، مش كارثه، مش نهايه العالم يعني، مش نهايه العالم، ده انت الموسم اللي فات بالظبط حققنا تحديات رهيبه جدا، مش بس غياب المهاجم، لا ده انت عندك اشياء اخرى كثيره زي الضغط والضغط المباريات والاصابات والحاجات دي. اعتقد ان كل ده الناس تطمن ان شاء الله من طريقة تعامل الجهاز الفني
وإدارة الكرة في النادي الأهلي مع هذا الملف من خلال الموسم اللي فات. يعني مفيش أصعب من الموسم الماضي طبعا. ومع ذلك اللعيبة كانوا على مستوى المسؤولية وقدروا ان هم يتعاملوا كويس جدا، والجهاز الفني طبعا بلا شك بيشتغل بطريقة نقول ايه احترافية الحقيقة، احترافية ومطمئنة. يعني تحسي ان احنا مع حتى مع الأزمات الصعبة اللي كانت موجودة الموسم الماضي محدش شك في طريقة تعامل الجهاز الفني مع الأزمات دي، ودي نقطة تتحسب لكولر ان هو قدر يقتنص ثقة الناس. ده هو اقتنصها واحتفظ بيها، ويعني بصراحة طبعًا. محدش يقدر يتكلم عليه. ده انا بستغرب ان بعض الناس دلوقتي لسه بيقولوا بيقيموا كولر. يا جماعة انتوا بتتكلموا في مين؟ في ايه يعني؟ يعني واحد جه اولا ما جاش في بداية الموسم واشتغل وقدر ان هو يحقق كل ده ودون شكوى، يعني ما شفناهوش بيشتكي، لا كان بيتعامل على ارض الواقع مع المعطيات اللي موجوده وقدر ان هو يتغلب على المشاكل اللي كانت موجوده وكمل بشكل الحمد لله ان هو ناجح زي ما بيقولوا العلامه الكامله، ويمكن تكون اكتر من العلامه ناجح الكامله. ناجح ومحبوب يا استاذ جمال كمان، فكره ان مدير فني يكون محبوب بالنسبه للعيبه ده مهم جدا. ما هو مقنع جدا للعيبه حتى اللي ما بيلعبوش. صح، يعني حتى اللي ما بيلعبوش هو مش ما بيبقاش متضرر، هو مش اجريسيف، هو كمان حتى لما بياخد قرار ما هوش فيه اجريسيف. يعني احنا شفنا مثلا ايمن اشرف رغم ان هو كان في مستوى ايه وفي المنتخب والكلام ده، انما انا برضو بحييه على انه هو تفهم ومرضيش يعمل مشكله للجهاز الفني ولا للفريق. يعني ده معناه ايه؟ انه هو حابب انه هو الفرقه، يعني برضو روح الفريق عنده حتى وهو ما بيلعبش، ورغم ان هو طبعا 100% يكون حزين جدا، بس قدر انه كولر بطريقته وطريقه تعامله مع كل اللاعبين، يعني حتى زي ما سمعنا من خلال المعسكر ان هو بيسال، بيقعد مع اللعيبه جلسات انفراديه بيسالهم فيها، ممكن يقولوا انت بتصحى الساعه كام، بتعمل ايه، يعني هو بيحاول يتفهم كل الظروف الفردية اللي هي في النهاية هتفيد جماعية الفريق يعني. طيب بذكر السوبر ليج طبعا، يعني بطولة أولى من نوعها، شفنا القرعة امبارح احنا كنا أو وقعنا في هذه القرعة مع سيمبا التنزاني. تمام. شايف هتكون مواجهة عاملة زي أستاذ جمال، أكيد مواجهة قوية، معانا فرق قوية جدا، يعني سواء كل بالزبط. المجموعات قوية جدا، 8 فرق من أقوى فرق أفريقيا على مستوى أفريقيا. خلينا نقول شايف إزاي المواجهة دي فعلا هيكون في لينا افضليه فيها، خاصه ان يعني مباراه الاياب هتكون على ارضنا. هو يعني روعي في القرعه الاولى دي ان هي ما بين فرق تصنيف اول وتصنيف ثاني، والتصنيف الثاني بيستضيف المباراه الاولى، التصنيف الاول صاحب التصنيف الاول بيستضيف لقاء العوده يعني. فاعتقد انه فرصه الاهلي، هي كل الفرق دي مش غريبه على النادي الاهلي. مظبوط، الاهلي لعب مع كل الفرق دي قبل كده وفاز وتعادل وخسر، مش قضيه، المهم في النهايه هو عينه على ايه. يعني هو في الاخر الاهلي بيلعب على البطوله، البطوله طبعا. وبالتالي ان هو مباراه طبعا سيمبا الاثنين دول مهمين جدا، لان هم دول المفتاح طبعا للعبور كمان. دول المفتاح للعبور طبعا. الى الدور اللي بعده. فبالتالي هم مباراتين مهمين جدا جدا لهم بقى، ودي هتكون اول يعني اتحاد العاصمه للفريق في النادي الاهلي بعد معسكر النمسا اللي هو ماتش اتحاد العاصمه الجزائري. توقعاتك للمباراه دي ايه؟ في رايك التشكيل ممكن يبقى عامل ازاي؟ انا اتوقع ان ممكن التشكيل يعني يتضمن بعض الايه المفاجات من اللعيبه اللي انضموا. يعني اعتقد ان ممكن امام عاشور يكون في الصوره، لانه حتى انا اللي اعرفه انه اللي رشح امام هو حمدي فتحي، يعني قريت تقرير بهذا المعنى. وبرضه اعتقد انه كولر هيركز على استغلال، هو حاليا بيشتغل على تهيئته للدخول في
جوه الفرقه طبعا يعني يندمج. الاندماج ده مهم طبعاً. جدا اكيد وبالتالي والحقيقه كهربا ليه يد عليا في الحكايه دي طبعا ليه ايادي طبعاً. بيضاء في الحته لا كهربا بيقابل طبعاً. الناس يعني يدمج الجن مع الفريق احسن واحد يقابل طبعاً. يعني فطبعا هي مهم جدا هيكون التشكيل برضو بيعتمد على الركائز اللي موجوده ومش هيبقى بعيد قوي لكن هيبقى الهدف في النهايه برضو هو الحصول او التتويج باللقب السوبر الافريقي لان ده مهم جدا كبدايه موسم طبعا. يعني احنا دايما بنقول ايه ان البدايات لازم تكون يعني بتدي دافع حتى فيما بعد وهو قدر النادي الاهلي ان هو هيبتدي الموسم ده ببطولتين صحيح يعني كالعاده يعني ما هو بدا قبل كده ماتش واحد نعم منهم بطوله ماتش واحد بالظبط وحتى بعد كده دوري الافريقي او السوبر ليج يعني هيبقى مطحنه يعني فرق كبيره جدا وتوقيتها هتبقى في وقت محدد يعني اعتقد من 20 ل حاجه يعني فتره قريبه يعني اللي هي فتره زي ما تكون يعني شبه مجمعه طب احنا كده يعني مش هيبقى في فوارق كبيره يعني كده هنبتدي الموسم المحلي بقى الدوري المحلي يعني واحنا جايين من ماتشات قويه مع فرق قويه ايوه طبعا ممكن طبعًا. يبقى ده ليه انعكاسات مش طيبه قوي لا ما اعتقدش لا مع النتائج بتاعتك هي اللي هتحدد ده برضو اكتر يعني لو انت حققتها الخطوات الاولى دي بنجاح وبتوفيق 100% ده هينعكس ايجابا على الحاله المعنويه وبرضو خلي بالك اللعيبه خدت وقت راحه معقول جدا واعداد خارج ال 21 يوم تقريبا يعني يعتبر انا بقول ان الموسم اقرب الى الطبيعي يعني في فاصل زمني بس يا ريت بقى اتحاد الكره كمان يعلن يعني ما نطولش قوي يعني انا كان نفسي ايه انه يبقى على طول بطوله الدوري تبتدي لسبب لان احنا دايما بنسعى او بنتمنى انه الدوري يمشي مع الدوريات العالميه يعني النهارده احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه كويس ومر منها اسابيع فالمفروض انت كل موسم تقلل الجاب ده او الفجوه دي طيب استاذ جمال بما انك ذكرت فاروق صلاح فهو حاضر معانا دلوقتي على طول من النمسا ما شاء الله ده الواحد يقول الواحد يقول فاروق صلاح يجي يعني صح والله نرحب بيك طبعا يا فاروق بيقولوا عليك استاذ جمال لا والله جميل عامل شغل حلو صباح الخير عليك يا فاروق برحب بك يا مريم برحب بك يا كريم وبرحب طبعا باستاذنا الكبير القيمه والقامه العظيمه الكابتن ابو الاستاذنا الكبير استاذ جمال الزهيري وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان جميل طبعا انت يعني مش مستني مننا اسئله انت مستني ما شاء الله دايما عندك الاجابه الوافيه لاي سؤال قبل الطرح فاحنا عايزين نسمع منك الجو العام عامل ازاي ايه المستجدات في الـ في الـ في الـ في المعسكر اكتر الامور اللي لافته للانتباه بالنسبه لك او في رايك كانت ايه يعني خليني في البدايه كريم تسمح لي اشكر طبعا استاذنا الكبير استاذ جمال الزهيري على كلامه طبعا احنا بنحاول في يعني في كل وقت وفي كل فرصه ان احنا نحط جمهور بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي وندخلهم في المشهد نوصف لهم كل التفاصيل كلام كتير وتعداد كتير بتتقال على السوشيال ميديا لكن دايما بنقول ان الصراحه والمصداقيه بتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من ممتازه من زمان فعلا بالفريق اللعيبه ما طلعتش معسكر بالروعه دي انعكاسه على اللاعبين مردوده على اللاعبين مردوده على الجهاز الفني ده اللي احنا لامسينه خليني بقول لك يا كريم ان بالامس طبعا كان هناك يعني يوم راحه او جوله حره للاعبين كل اللاعبين بالجهاز الفني طبعا يعني كان التواجد في فيينا طبعا احنا قاعدين في مقاطعه هي مقاطعه تباد تيتزمندورف دي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف كان امبارح او بالامس كانت الجوله الحره للاعبين في فيينا يعني تقدر تقول كده زي يعني المقوله او المعتاده ليالي الانس في فيينا امبارح يوم من اجمل الايام الاستمتاع بفيينا الاستمتاع بكل الاماكن السياحيه في النمسا وبالتحديد فيينا بعض اللاعبين طبعا انت عارف يا كريم
الشوبينج طبعا واقتناء بعض الاحذيه الرياضيه. بالنسبه للحراس المرمى اقتناء القفازات طبعا هنا في النمسا، بعض اللاعبين بقى الملابس والبراندات العالميه. ده كان يعني يوم جميل. مستر كولر كان قاعد في يعني في مكان قريب جدا من يعني الشارع السياحي في فيينا، فمستر كولر طول ما هو قاعد شاف احد اللاعبين نازل بالشنط، فهذا الامر كان يعني ابتسامه مستر كولر، هو عمال يتابع اللعيبه وهو بتشتري ومبسوط بالاجواء. طبعا مستر كولر مع بالنسبه هنا للشعب النمساوي او الجماهير في النمسا او في فيينا، طبعا الجميع كان بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه على مع مستر كولر اللي كان طبعا بيتكلم وقالوا له احنا متابعينك وانت بتدرب اكبر فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط وهو نادي القرن. بعض الناس كانت بتسال يعني مين النادي الاهلي، فاحد يعني الجماهير النمساويه قال لهم ده ريال مدريد بتاع افريقيا. فامور انطباعات بعض طبعا الجماهير التونسيه كانت بتدور يعني قلبت الدنيا علشان تدور على علي معلول، الجماهير التونسيه او الجاليه التونسيه اللي موجوده هنا في فيينا او في النمسا، طبعا بيهمها ان هي تشوف وتقابل واحد بقيمه علي معلول. الامس كان الجوله الحره واليوم اللي يعني تقدر تقول كده اليوم الاجازه للاعبين، لكن النهارده بدانا بقى ليالي الجد من مره ثانيه بتدريبين. التدريب الاول هينطلق منذ يعني خلال دقائق هينطلق التدريب للنادي الاهلي الصباحي، ثم هيكون الساعه 5 التدريب المسائي للاعبي النادي الاهلي. مستر كولر يعني بعد ما انتهت الجوله الحره قعد مرتب الامور بيحاول يجهز لمباراه اتحاد العاصمه. خليني اقول لك برده يا كريم ان النهارده تقدر تقول النادي الاهلي بكل افراده بكل عناصر البعثه بالكامل طبعا في التدريب. طبعا كان التدريب او التدريبين اخر تدريبين للنادي الاهلي كان اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور في يعني زياره او للدكتور كريستيان فينك يعني الطبيب النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي لاكرم توفيق وكريم فؤاد اللي خلاص ادى الابروف وقال من النهارده يستطيع ان هم يشاركوا في المباراه. وايضا تم عرض امام عاشور لمزيد من الاطمئنان طبعا من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي على امام عاشور، لكن خلاص مستر فينك يعني او الدكتور فينك تصرح للدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي لو في مباراه النهارده مباراه بكره طبعا اللعيبه خلاص يعني بالنسبه لهم يقدروا يلعبوا في المباراه بشكل كامل تبقى الامور طبعا. استاذ جمال الزهيري يعني يقدر يتكلم في هذا الامر ان الامر بعد كده هيخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر او حاله الجاهزيه البدنيه للاعبين. طبعا يا كريم من المقرر ان هيكون في مباراه وديه للنادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم، ودي هتبقى يعني ختام المعسكر وبروفا قويه جدا امام احد اقوى الانديه طبعا في الدوري السلوفيني. تحضيرات مستر كولر لمباراه اتحاد العاصمه بتسير بخطى اكثر من ممتازه، بيجهز كان بيتابع بعض الفيديوهات والمباريات. طبعا ياسين المكاري محضر كافه الامور لمستر كولر للوقوف على نقاط القوه والضعف في فريق اتحاد العاصمه اللي نتمنى ان شاء الله تكون بدايه الموسم ان شاء الله مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه باذن الله وتكون اول بطولات النادي الاهلي هذا الموسم. كريم مريم انا موجود معاكم طبعا، موجود معاك استاذ جمال لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق انا كنت لسه هسالك طبعا عن المصابين، يمكن كمان كنا شايفين من خلفك تحديدا كريم فؤاد واكرم توفيق، ولكن الحقيقه انت افدتنا بكل الامور المستجده بالنسبه لهم. ولكن خليني اسالك عن فكره واقع القرعه، اكيد كنتوا بتتابعوها امبارح وقوع النادي الاهلي مع نادي سيمبا التنزاني، ولا يمكن زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيركز بطوله ببطوله، بس اكيد كان هناك عدد من ردود الافعال حول يعني القرعه امبارح ووقوعنا مع نادي سيمبا التنزاني. يعني مريم يعني على نفس السياق المصابين قبل ما ندخل في موضوع القرعه كنا بنتكلم ايضا على المصابين. خليني اقول لك ان يعني الوحيد اللي ماشي في البرنامج التاهيلي هو بالمناسبه هو عمرو السوليه اللي كان بدا في اخر تدريبين بالجري حول الملعب. برضو احنا بنحاول نطمن الجماهير على كل الظروف الخاصه بالفريق من الناحيه الطبيه. يتبقى عمرو السوليه اللي نتمنى له السلامه طبعا ماشي في البرنامج التاهيلي بيعمل جلسات العلاج الطبيعي طبعا برفقه الدكتور تامر ابو العينين والدكتور محمد وفاء الايمين بمجهود كبير جدا. خلال الايام القادمه ان شاء الله عمرو السوليه يكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني ونقول الحمد لله النادي الاهلي بدون اصابات. طبعا واقع القرعه بالامس يعني الانطباع كان ان فريق سيمبا مش فريق سهل، هتبقى مباراة صعبة جدا خاصة ان المباراة الاولى هتبقى مباراة الافتتاح هناك في تنزانيا. الكابتن خالد قال الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا، يبقى عندنا تلاحم مباريات في سفريات، انت مطالب في كل مباراة في كل بطولة. اللاعبين يعني خلاص يعني مش عايزين نتكلم على
المواجهه اللي بعد كده مباراه سواء سان داونز او بترو اتلتيكو، يعني هي مواجهه شبه محتمله مع فريق سان داونز، لكن الاهم هو مباراه سيمبا التنزاني. لكن كل اللاعبين يا مريم او المستر كولر مش عايز خالص يفتح ملف مباراه السوبر الافريقي قبل الانتهاء من مباراه اتحاد العاصمه. مستر كولر مدرب واقعي جدا، يعني بيحاول ياخد كل مرحله بالوقت بتاعها، التركيز دلوقتي على مباراه اتحاد العاصمه. يعني هو شايف ان فريق سيمبا واحد من الفرق الاقويه، يعني من الفرق المرشحه ايضا، مش عايز يبقى فيه تهاون شويه من فريق سيمبا. هو افضل فريق بالنسبه في الاربع فرق الخاصه بالتصنيف الثاني هو فريق سيمبا ثم فريق مازيمبي، لكن كل التركيز بينصب في الفتره الحاليه على مباراه اتحاد العاصمه اللي عايز مستر كولر يبدا بيها الموسم ويكرر الموسم الماضي زي ما قدر يبدا الموسم ببطوله السوبر المصري امام الزمالك في ابو ظبي كاس السوبر المصري. عايز يكرر الموسم ويبدا ببطوله السوبر الافريقي. نفس الامر ده بينعكس على اللعيبه اللي لسه منضمه للنادي الاهلي او العائده للنادي الاهلي زي صلاح محسن، زي كريم نيدفيد او رضا سليم او امام عاشور، عايز يبدا مشواره مع النادي الاهلي ببطوله. لكن القرعه باجواءها بطوله مهمه جدا، اللعيبه عندها شغف انها تحقق هذه البطوله. يعني بالمناسبه مريم، والنقطه اللي انت اثرتيها نقطه مهمه جدا، اللي وقع على اللاعبين حتى هم في الجوله الحره بيتكلموا على البطوله، قال احنا عندنا السنه دي 8 9 بطولات، مطالبين ان احنا ناخد ال 8 9 بطولات. يعني حتى في وقت الراحه او في وقت الاجازه اللعيبه بتفكر ازاي تسعد الجمهور، ازاي تحقق متطلبات الجمهور، وهي دي السمه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، واعتقد هي بتبقى افضل يعني ميراث بيسيبه لعيبه النادي الاهلي وجيل بيسلمه لبعد جيل. طبعاً اعتقد بيبقى مردودها على اللاعبين، مردودها على الجماهير مهم جدا. مظبوط كلامك طبعا، وزي ما انت قلت بقى هنتناقش اكتر في كل هذه الامور ونكمل حديثنا مع الاستاذه جمال الزهري. ولكن في البدايه طبعا يعني او في نهايه كلامك يا فاروق، بنشكرك جدا ودايما متالق وبتنقل لنا كل الاحداث من معسكر النمسا لحظه بلحظه. شكرا جدا الزميل العزيز فاروق صلاح. حلو الكلام يا استاذ جمال، جميل. والراجل حتى ما بيسيبش يعني سؤال، ما بيسيبش فرصه للسؤال، بس مريم برضو ما سابتوش اداته السؤال اللي هو لا طبعا هو الكلام في المعسكر فعلا مطمئن، وخاصه كمان الاطمئنان على الاصابات. شايفين حضرتك اكيد شفت المشهد من وراء اكرم توفيق، كريم فؤاد، امام عاشور. هي الفكره انه متروك الامر بقى من الناحيه الفنيه لمستر كولر، هو اللي هيقرر مين يلعب المباراه. وبرده نقطه مهمه قوي الخطوه خطوه دي، احنا ماشيين على طول بنظام ايه، اهم حاجه المباراه اللي جايه ان شاء الله تكون مع اضعف فريق في العالم. صحيح، المهم اللي جاي تبقى انت مركز فيه جدا. اعتقد ده نظام النادي الاهلي من زمان قوي، طول عمرنا طبيعي بنركز على اللي جاي دايما مش اللي بعد. لا دايما احنا بنقول ايه، اجاده الانتقال بين الملفات مهم، يعني ما بيحصلش خلط. يعني انت النهارده مثلا في الدوري خلاص، انا اهم حاجه في الدنيا الدوري، بكره عندك ماتش تاني، وايا كان الماتش وايا كان في اي بطوله طبعاً. دايما كالعاده الجمله الشهيره ايه اللي في الصفحه واستعد للي بعده، لسبب لان التركيز مهم جدا طبعاً. يعني التركيز يعادل الاستعداد كله. وللامانه برضو يعني استكمالا للنقطه كنت حضرتك بتتكلم فيها من شويه، فكره لما كنت بتقول ان كولر مقنع للعيبه، والاصعب كمان من كده كمان انه يعني وده حققه بمنتهى البساطه والاريحيه، يكاد يكون هو سايب ايديه انه بقى مقنع جدا للجمهور. هو سهل احنا ممتنع. جمهورنا كمان خلي بال حضرتك برضو الامر ما يخلاش، يعني برضو في ناس دي طبيعه بشريه، في بعض الاحيان ممكن في حد ما بيعجبوش العجب. أيوة لكن حتى النمط ده من الناس ملوش صوت قوي، هو بيمثل مدرسه السهل الممتنع، يحسسك ان هو ما بيعملش حاجه. أيوة بس هو بيعمل كل حاجه، وده شيء جميل طبعا. يعني انا بحب المدرب صخب على الفور. يعني انا فاكر مثلا كوبر لما كان بيدرب المنتخب، جه في فتره صعبه جدا اللي هي فتره كان النشاط فيها متوقف، ومع ذلك ما سمعناش شكوى. هو بيتعامل مع الواقع، المعطيات اللي قدامه، الظروف اللي هو بيمر بيها، ما يقولكش لا انا مش هعمل حاجه بقى خلاص. لا هو ميزه في المدربين، يعني في عز التوتر والتنشن تبص تلاقيه ايه، هو بيضحك. مظبوط، يعني حتى ده بيخلي هو عنده الروح دي صح. بتنتقل
الى اللاعبين. طيب بذكر المنتخب بقى استاذ جمال، لازم نتكلم مع حضرتك عن المنتخب المصري وفيتوريا، شايف ازاي اختياراته سواء على مستوى اللعيبه المحليه او كمان المحترفين؟ اختياراته مدمره حياته. مدمره حياته. عندنا يمكن مواجهتين ان شاء الله خلال الفتره المقبله، مواجهه رسميه بعد كده وديه تونس. شايف ازاي الاختيارات عموما؟ ويعني احنا يمكن لسه طبعا ما دخلناش في مرحله التشكيل، ولكن شفنا كده يمكن صوره سطحيه. لا هو سطحية. مدرب بصي عشان برضو الحق يقال، يعني هو مدرب كويس جدا وقدر في خلال فتره يعني قريبه ان هو يعدل مسيره المنتخب بعد ما كان بعيد تماما. رجع الى المنافسه وتاهل وتمام. بس انا من ملاحظتي، مش هدخل في الخلاف اللي هو احنا لازم نقول ان منتخب مصر واحد واثنين وثلاثه لغايه 10، محدش يقدر يتكلم في دي. بس في نفس الوقت جه في المعسكر السابق هو اختار لعيبه، وفي لعيبه اساسيين ما اختارهمش بدعوه او بسبب ان هو بيجهز، هو عارف مستوى كريم، عارف مستوى جمال، فما مش هجيبه المره دي. فاذا انت عندك الفكر بتاع انك تغير وتجرب، لازم يبقى في تفاهم بينك وبين الأندية المصرية طبعا، وأكبرها النادي الأهلي والزمالك عشان أكبر موردين للعيبة. أيوة دول اللي هم الـ 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 القوة الأساسية اللي أنت بتاخد منها صح. فلو لقيت إن في فرصة للتعاون مفيش أي مشكلة. اللي حصل سريعا يا أستاذ جمال مؤخرا، فكرة الاستعانة بالرباعي على الرغم من طلب النادي الأهلي إن هو عدم الاستعانة بأي لعيبة، ده نوع من عدم التعاون بيننا وبين المنتخب. يعني أنا شايف إن هو اقل قدر، يعني ابدا اقل قدر من التعاون. يعني ممكن جدا يبقى اكتر من كده تعاون. وبعدين انت ممكن تاخدهم يا سيدي في الماتش الرسمي، ما قلناش لا، انت بتجرب حاجه وبتعمل حاجه. في المباراه الوديه ممكن جدا التفاوض والكلام دون الاقلال من القاعده الاساسيه ان هي منتخب مصر 10 مرات ثم رقم واحد الانديه، ما حدش اختلف. الكلام في ملف منتخب مصر محتاج مساحه وقت اطول من كده طبعا، لان احنا عندنا كلام كتير في هذا الاطار، بس للاسف وقتنا انتهى. لا ان شاء الله يبقى في فرصه ثانيه. نورتنا وشرفتنا يا استاذ كمان، نورتنا وشرفتنا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، وباذن الرحمن نشوفكم على خير بكره باذن الله، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.